بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة الأولى لمادة تكامل المؤسسات Integrating the Enterprise. الكورس ده Integrating the Enterprise الكود بتاعه IS 035. لو بصينا على السبيسيفيكيشنز بتاعته في لائحة قسم هندسة البرمجيات Software Engineering والـ URL بتاعها موجود في النوتس بتاعت السلايدز دي، هتبقى متاحة لحضراتكم ان شاء الله على الكلاس روم. هنلاقي ان هو 2 hours lecture و 2 hours lab. الكورس ده بيركز على ايه؟ designed to provide students with an understanding of theoretic and practical issues related to the application of enterprise systems. يبقى احنا هنركز ان شاء الله في الكورس بتاعنا كله على الـ enterprise systems و within the organizations، ونعرف الفرق بين الاتنين دول ان شاء الله كمان شوية صغيرين، وهنركز ازاي الابلكيشنز بتاعت الانتربرايزز بتكون مختلفه شويه عن الابلكيشنز اللي احنا بنبنيها من الفتره اللي فاتت. لو ابلكيشنز العاديه اللي بعمل فيها البيزك كراد اوبريشنز وبكونكت فيها داتا بيزز وكده، الوضع هنا ايه؟ مختلف نسبيا. وهنقضي ان شاء الله المحاضره الاولى دي تحديدا فان احنا نحاول نعرف المشكله بتاعتنا اللي احنا بنتعامل معاها طول الكورس ان شاء الله تعالى. فهدف الكورس بتاعنا ان احنا نشوف ازاي هنعمل الانتربرايز سيستمز دي، وازاي بتعمل انتجريت للانفورميشن والبروسيسز اكروس الفانكشنال ارياز وذن ا يونيفايد سيستم. ازاي بيبقى عندي ديفرنت سب سيستمز وديفرنت سيستمز اصلا وديفرنت اورجانيزيشنز او انتربرايزز بتتعامل مع بعضها من غير ما اكون حاسس، انا كيوزر مش شايف الكلام ده كله، مش حاسس بيه، معرفش اصلا البيزنس بروسيسز في الباك اند ايه اللي حصل فيها او كده. طبعا الكلام ده كله بيحتاج طريقة معينة في الديزاين والإمبليمنتيشن اوف ذا سيستمز، هنتكلم عنها ان شاء الله النهاردة بتفصيل اكتر كمان شوية. نفس المادة دي موجودة Integrating the Enterprise، الكود بتاعها IS 435P، دي موجودة في قسم نظم المعلومات. هي مادة كور، الكريدتس بتاعتها 2 ثيري والبروجكت 1.5 واللاب 1.5، فتبقى التوتال 3 كريدت اورز. السيلابس بتاعها مش مختلف قوي عن اللي فات. السيلبس بتاعها بيركز على الانتجريشن برضو والفلكسبيليتي اوف انتجريشن، ده ازاي اعمل فلكسبل انتجريشن بتوين سيستمز. هو التيبيكال بزنس اركيتكتشر اللي المفروض استخدمه علشان اتشيف الجولز دي. وبالمناسبه مفيش حاجه اسمها تيبيكال بزنس اركيتكتشر لان ده متغير من مرحله للتانيه. يعني نفس الكورس ده من 5-6 سنين كنا نتكلم في موضوعات او كنا نتكلم في طريقه مختلفه خالص فور بيلدينج ذا سيستمز. النهارده نظرا لتقدم او تطور التكنولوجي بشكل كبير جدا وسوليوشنز جديده نزلت ونيدز جديدة بقت مطلوبة، فالاركيتكتشر اختلف، وهنتكلم ان شاء الله كمان شوية على شكل الاركيتكتشر ده عامل ازاي. وايه دور الانتربرايز كونسبشوال داتا موديل؟ وهتلاقي كلمة داتا دي بتتكرر معنا كتير. الداتا عنصر رئيسي في الانتربرايز انتجريشن زي ما نشوف كمان شوية ان شاء الله تعالى. وبزنس بروسيسز دي هتبقى المحاضره الجايه غالبا، كويس. وحاجه اسمها البي بي ار بزنس بروسيس ري انجينيرنج ان شاء الله تعالى. وهنتكلم على الانتجريشن اوف بزنس اي ار بي فانكشنز. ايه هو الاي ار بي اصلا؟ هنتعرف عليه ان شاء الله تعالى لكن مش النهارده. طيب تعالى نبدا من اول كلمه في الكورس بتاعنا. وات از ان انتربرايز؟ انتربرايز هي كلمه ثانيه از انذر وورد فور ا بروفيت فور بروفيت بزنس او كمباني. يبقى هي حاجه ربحيه، كويس، بزنس او شركه. بس ايه الفرق بين البزنس او الكومباني والانتربرايز؟ ان الانتربرايز عاده اسوشيتد وذ انتربرينوريال فينتشرز، عاده مرتبطه بشخص او مجموعه من الاشخاص، كويس، الانتربرينورز يعني، كويس، بداوا يكسبوا كتير فبقى اسمها انتربرايز. حلو. ف الجمله بالحرف people who have entrepreneurial success are often referred to as enterprising. في اشكال كتيره للانتربرايزز. اشهر اشكال في امريكا حاجه اسمها السول بروبريتور شيب، دي شركه بتران باي سنجل انديفيديوال، ليها مدير واحد او رئيس واحد، كويس. طبعا واضح ان الشركه دي بتشتغل كلها عشان هو يكسب فلوس يعني. حلو. بدون ادنى ضمانات من الشركه دي على اي دامج قد يحصل للبيزنس اوبريشنز. ودي حتى في الحقيقه لو ناخد بالنا واحنا بنعمل انستول لاي سوفت وير بنقرا في اللايسنس بتاعه ان احنا ايه غير مسؤولين عن اي دامج تحصل عند حضرتك في الشغل بتاعك وكلام من ده يعني، بسبب قوانين زي كده. فاول حاجه اللي هي السول بروبريتور شيب دي، ان شركه ليها اونر واحد، كويس، بيشتغل عشان الشركه دي عشان يربح. مفيش اي ضمانات خالص على اي دامجز ممكن تحصل نتيجه استخدام الايه الاوبريشنز اللي عنده يعني.
البارتنر شيب لا هي بزنس بيشتغل باتنين او اكتر individuals او entities بيتشاركوا الاثنين في الاونر شيب، والاثنين مش شرط يكون ليهم نفس النسبه. كوربوريشن هي فور بروفيت انتيتي برضو، بس هي بقى بتتعمل علشان تحافظ على الاونر من اي حاجات قضائيه تيجي عليه. فتلاقي دايما ايه، رئيس مجلس الاداره فلان الفلاني المشهور او المعروف جدا اللي بياخد كل الفلوس تقريبا من الشركه، هو لما ترفع قضيه على الشركه مجيش عليه هو حاجه، هو بيخسر نتيجه خساره الشركه، لكن في الاصل هو ايه، هو في شركه بقى بيجي عليها احكام قضائيه وبتاع وكلام من ده. يعني دي اسمها الكوربوريشن. بعد كده في حاجه اسمها ليميتد لايبيليتي كومباني، ال LLC دي بتبقى حاجه كده عشان التعامل مع الضرايب وكده. فاحنا ما يهمناش قوي التصنيفات دي، على قد ما يهمني بس ان حضرتك تبقى عارف ان الانتربرايز هي، يعني الجمله دي عندي اهم جمله، people who have entrepreneurial success are often referred to as enterprising، ان هو بعد ما بتكون شركه ناشئه small to medium كويس تكبر تبقى ايه، تبقى انتربرايز كبيره بقى بتبروفيت بالمليارات وكلام من ده يعني. طيب لو انا بشرح الكورس ده او بتكلم على التوبيك دي من سنين فاتت، فاقول الانتربرايز اركيتكتشر كانت عملية، ودي في الحقيقة بتبقى مفاجأة كده شوية. انا متخيل ان كلمة architecture معناها ان انا هيطلع لي output كويس، ال output ده في الاغلب هكون بتخيل ان هو software هبنيه مثلا او model. لا قصة مش كده خالص، قصة ان enterprise architecture is the process، هي البروسيس نفسها الorganizations بتمشي عليها علشان to standardize وت organize its IT infrastructure. فتلاقي ان الانتربرايز اركيتكتشر طالع له توصيفات كده ستيبس اعملها، والستيبس دي بتبقى مرسومه في شكل موديل ريبريزنتد بلغه ما معينه. حلو، فبتلاقي ان القصه دي الله، طب انا كده يعني مش حاسس ان انا ماسك حاجه في ايدي، بلس ان الستيبس دي اصلا بتختلف من طبيعه شركه للتانيه حسب طبيعه البروسيسز بتاعتها وحسب طبيعه البيزنس بتاعها وحسب حاجات كتير جدا جدا يعني. ف هو ده الواقع، الانتربرايز اركيتكتشر هي بروسيس اورجانيزيشنز بتمشي عليها تو ستاندردايز اند اورجانيز. بص اورجانيز ايه، اي تي انفراستراكشر، دي كانت البدايه. كنا زمان بنفوكس قوي على الاي تي انفراستراكشر فقط علشان الاين وذ بزنس جولز. فكانت المشكله عندي زمان ان عندي بزنس جولز، عندي ريكويرمنتس، عندي ناس عايزه تقدم عروض اسعار جديده، عندي ناس عايزه تقدم سيرفيس جديده، ولكن كنت انا باجي اي تي انفراستراكشر اقول لهم لا انا اسف الاي تي بتاعنا مش جاهز ان هو يسبورت حاجه زي كده. فكان التركيز كله في الستينيات ان انا ازاي احول الاي تي بحيث ان هو ما يبقاش عائق للبزنس. هتقول في الستينيات، هقول لك اه وشويه صبر كده. المهم ان الاستراتيجيز دي زي ما قلت بتسبورت ديجيتال ترانسفورميشن، اي تي جروث اند المودرنايزيشن. وكلمه مودرنايزيشن دي كلمه قديمه، مش شرط ان المودرنايزيشن اللي هو بتاع النهارده، في كل وقت له المودرنايزيشن بتاعه. فتبقى الانتربرايز اركتكتشر هقول عليها اي اي من دلوقتي. الاي اي از ذا براكتس، الممارسه، اوف انالايزنج، تحليل، ديزايننج، تصميم، بلاننج، تخطيط، اند امبلمنتنج انتربرايز اناليسز. يعني هو كله بيفوكس على ايه، الاناليسز تو سكسسفولي اكسكيوت اون بزنس استراتيجيز. انا عايز احقق الهدف للبزنس الاستراتيجيه، عايز مثلا عايز مثلا اتوسع في عدد الفروع بتاعتي، اغطي مثلا دولتين ثلاثه. طيب انا ما عنديش اي تي انفراستراكشر جاهز للقصه دي، فكنت دايما لازم اعمل بقى ايه اركيتكتشر جديد علشان اظبط حاجه زي كده. طيب الانتربرايز اركيتكتشر بيساعد البيزنس ستراكشر اي تي بروجكتس اند البوليسيز، بيساعد البيزنس ان هو يعمل ريستراكشر او يعرف اصلا لو ما كانتش حاجات دي متعرفه عندي. وده على فكره في الماركت حاصل، يعني في شركات كتير موجوده للاسف ما بتاخدش وقت في الاول تعمل بلاننج للاي تي بتاعها كويس. فاللي بيحصل ان هو ما بيعملش بلاننج، يبدا يشتغل اذن يقعد بقى ايه يبلان في منتصف الطريق يعني، وده مش شرط يكون وحش بالمناسبه. المهم ان هو يكون اوير بالكلام ده. EA helps business to structure IT projects and policies، سياسات يمشوا عليها علشان يوصل للديزايرد بزنس ريزلتس. يبقى الاصل عندي في الاي اي ان عندي بزنس ريزلتس عايز اوصل ليها ثروني بعمل ستراكشرنج للاي تي بروجكتس. طيب الحكايه دي برضو اسمها ايه، اسمها انتربرايز اركتكتشرال بلاننج اي اي بي. طيب تاريخا كده هيستوري سريع، الاي اي بدات في الستينيات زي ما قلنا،
بدأت من بعض الكتابات various architectural manuscripts على business system planning. بروفيسور ووكر ده اللي في كتاب احنا يعني ماشي معانا في ريفرنس شويه في اول جزء في السلايدز اللي هو الاي اي بوك ده Enterprise Architecture Book of Knowledge. المهم في الستينيات كان ووكر بدأ يكتب كده تصور عنده ازاي نقدر نعمل اي اي وازاي نقدر نموف الانتربرايزز، وفي الوقت ده كان فيه بقى المين فريمز وهكذا. جون زاكمان ده مشهور جدا جدا، كان واحد من الستودنتس بتوعه، ساعده ان هو يفورميوليت الدوكيومنتس دي لاتنين كانوا شغالين في اي بي ام في الوقت ده، وده يقدر يبين لنا ازاي اي بي ام بتركز قوي من سنين السنين من الستينيات على الانتربرايزز، وليه هي واخده مكان معين بماركت شير معين بتكنولوجيز معينه، لان هي في حاجه في الحته دي اولموست نمبر 1 يعني. طيب الاثنين كانوا شغالين في اي بي ام. المهم زي كمان طلع بقى فريم ورك. كلمه فريم ورك هنا يعني ايه؟ طلع حاجه متكامله، طلع دوكيمنتس بقى بتولز بتصور معين ممكن اتكلم عنه ان شاء الله في وقت قريب يعني، سنه 87 ونشره في الجورنال اسمه اي بي ام سيستمز جورنال. الاي اي فريم ورك ده جه نتيجه الانكريز اوف بزنس تكنولوجي، بقى عندنا بقى المين فريم انتشر، وبقى عندنا بي سيز في الوقت الثمانينات طبعا كانت موجوده، وبقى عندي بقى ايه موضوع عايزين نستفيد منها في تحسين البيزنس بتاعنا يعني كويس. فالشركات لاحظت ان هي تحتاج بلان. لونج تيرم بلان علشان ايه؟ تفضل تكمبيت يعني. طيب دلوقتي الفلسفة ما اتغيرتش كتير، هو الفكرة بس ان احنا برضو عندنا modernization وعندنا requirements جديدة وعندنا technologies جديدة ظهرت، وعايز ان انا اعيد هيكلة المؤسسة بتاعتي علشان تحقق البيزنس استراتيجي. فاقدر اقول المودرن اي اي استراتيجيز برضو بتextend، هي بس كبرت الفلسفة دي to the entire business، ما عادش بس الاي تي، لان الاقسام عندي بقت كلها لازم تتغير او كلها تتبني بشكل معين اللي هو الاجايل انتربرايز، هتكلم عنه ان شاء الله المحاضره اللي جايه، هنوه عنه كده المره دي. والديجيتال ترانسفورميشن استراتيجيز، عندي تحول رقمي، واللي عايز يقرا عن التحول الرقمي ده هبقى اجيب لحضراتكم شويه لينكس كده عن الثوره الصناعيه الرابعه اندستريال 4 كويس، ازاي الصناعه هتتغير او بتتغير فعليا، وايه المطلوب علشان نواكب التغيرات اللي زي كده يعني. حضراتنا احنا كلنا شايفين القصه دي ولمسناها في الاي اي والاي او تي مثلا، ندخلها في كل حاجة في حياتنا وفي البرودكتس وكلام من ده يعني. طيب فالاي اي هي في الحقيقة اصعب حاجة فيها ان هي specially useful for large businesses، وعلشان كده بيبقى صعب جدا to apply case studies عليها وان احنا نبلد حاجة زي كده لوحدنا، ان ده مش project حد او اتنين بيعملوه، دي بتبقى رحلة it's a journey، الرحلة دي بيمشي فيها مجموعة من الناس تيم واتنين علشان يحققوا بعض الاهداف بتاعتها يعني. الهدف الانتربرايز اركتكتشر ايه؟ زي ما قلنا بكرر الكلام ده كتير، وان شاء الله السلايدز دي سيلف كونتيند يعني ان شاء الله هتذاكرها هي كويس، وهنعمل كده في كل ليكتشر ان شاء الله. طب الحاجه اللي انت بتذاكر منها هقول لحضرتك عليها فين بالظبط ان شاء الله، السلايدز دي معاها نوتس تحت تبقى تذاكر السلايدز والنوتس اللي معاها ان شاء الله يعني. انتربرايز اركتكتشر جايدد باي اورجانيزيشنز بزنس ريكويرمنتس، ده الاصل، ده اللي بيقود المسيره بتاعه الانتربرايز بتاعتنا، وده اللي بيعرفني ايه بقى اللي هحتاجه في الانفورميشن والبيزنس والتكنولوجي، دول الثلاث محاور بتوعي في الاي اي. في الحقيقة ده بقى برايوريتي عندي ان انا لازم استفيد من نيو تكنولوجيز زي الكلاود وزي الاي او تي وزي الماشين ليرنينج، كان المفروض هيبقى في الاي اي طبعا، اند اذر ايمرجينج ترندز، ان كاتبه الترندز اللي بتبقى ماشيه عندي. فالفريم ورك الاي اي عشان يبقى ناجح لازم سكسسفولي كومباينز بيبل داتا اند تكنولوجي تو شو ا كومبريهنسيف مفصل view of the interrelationships، العلاقات اللي بين الانفورميشن تكنولوجي within الorganization. طيب البروسيس دي بتبقى محتاجه comprehensive picture للانتربرايز كلها، صوره متكامله، ايه الاهداف اللي عندي، الرؤيه الاستراتيجيه بتاعتي، الخطوات المفروض امشي عليها، طب انا محتاج اعدل ايه في البروسيس بتاعتي، محتاج سيرفيسز ايه اقدمها، محتاج ايه ما اقدموش، هبني الاي تي انفراستراكشر بتاعي ازاي، هستور ايه من الانفورميشن، هانلايز انفورميشن دي ازاي، وهكذا. ال EAP ال EAP planning كويس، او ال ESF ده هنا بقى ال EAP ال perspective strategy بيركز على ايه؟ على latest innovations، وده اللي بيفرق انتربرايز عن التانية يعني. في من فترة كده لما تسأل ال CEO بتاع جوجل ايه الغلطة اللي انتوا عملتوها، فقال ان احنا مهتمناش بالسوشيال ميديا في اولها، فما قدرناش نلحق نكاتش السوشيال ميديا،
حلو، واللي كان بيتابع بقى قصة فيسبوك وجوجل بلس، وجوجل بلس قفل في الآخر وهكذا. لاحظنا مثلا كلنا ان شركات الموبايلات جريت بسرعه على هم جريوا بسرعه على التابلتس، حققوا نجاح ما حققوش ده ديبيتبل، انما جريوا بسرعه على الساعات السمارت ووتشز كويس، وعلى الهيلث ديفايسز وهكذا. هو ليه بيعمل كده؟ الكلام ده بالنسبه له بزنس استراتيجي، الكلام ده مش اوبشنال، هو مش حاجه هو يقدر ان هو يتخلى عنها فيجي حد تاني غيره فهيبقى هو الليدر في الحته دي. فيرجع بعد فترة من الوقت مش لاقي مكانه. فيبقى الهدف الرئيسي بقى ان انا بامبروف الافيشنسي تايملنس السرعه في تنفيذ الحاجات والريلايبيليتي والاعتماديه اوف بزنس انفورميشن. طيب ايه اهداف ايه الناس اللي عملت اي اي اركتكتشرز عندها دول؟ استفادوا ايه؟ استفادوا ري ديزاين وري اورجانيزيشن اللي هنتكلم عنه بقى ان شاء الله ممكن الاسبوع اللي جاي له، البيزنس بروسيس ري انجينيرنج كويس، ان انا ازاي اعمل ري ديزاين للانتربرايز بتاعتي بحيث ان انا اشوف العمليات اللي فيها مشاكل واحسن في المشاكل دي، اقدر ازود بروسيسز جديده، اقدر الغي بروسيسز، اقدر اوفر في الوقت. حلو. وبحتاج الكلام ده خصوصا في الميجر اورجانيزيشنال تشينجز زي الميرجرز الاندماجات والاكوزيشنز الاستحواذات. الاندماج ان عندي شركتين دمجوا مع بعض كويس، استحواذ ان كان ان بقى عندي شركه كويس اشترت ايه شركه تانية خالص يعني. طبعا كل ما عرفت البروسيسز اللي عندي وكل ما اهتميت بيها وكل ما خليتها كونسيستنت على 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 مدار على اوفر الاورجانيزيشن بتاعتي، اوفر السيستمز والسب سيستمز اللي جواها، سواء السيستمز دي انترنالي او حاجات اكسترنالي، كل ما كان احسن طبعا. الكلام ده بيحتاج بينفعني في الاي تي مانجمنت، في الديسيجن ميكنج، في الاي تي ريسك مانجمنت، في حاجات كتير جدا جدا يعني. طيب كومبتيا يعني مش متاكد هي شركه ولا اورجانيزيشن، هدور عليها، انا اسف هدور عليها واقول لكم ان شاء الله المره اللي جايه كويس. اكبر استفادات من الانتربرايز اركتكتشر بلاننج ايه؟ ان انا بيحصل عندي اوبن كولابوريشن بين الاي تي والبزنس، ودي حاجه كانت مشكله فعلا زمان ان الاثنين مفصولين على بعض تماما. حلو. فلما كان يجي البزنس يطلب حاجات الاي تي ما يقدرش يوفرها له، او الاي تي يطلب طلبات غاليه جدا بالنسبه للبزنس، مش نوت جاستيفايد بالنسبه له، ادى البيزنس قدره ان هو يبريوريتايز الانفستمنتس، وده كنت بتكلم عنه حالا ان ازاي استثمر في ايه حتى لو في الاي تي مفيش مشكله كويس، امر اليد او اواجه الشركه بتاعتي فين. بقت سهل عندي ان انا اختار او احسن اقيم الاول اكزيستنج اركتكتشر، وهتكلم ان شاء الله كمان شويه عن الاس او اي والمايكرو سيرفيسز والفروقات اللي بينهم ان شاء الله تعالى، ونفهم يعني ايه اركتكتشر. حلو. وهل الاركتكتشر ده مناسب للاهداف بتاعتي على المدى الطويل ولا لا؟ اقدر اعمل استابليش بروسيسز تو ايفالويت اند بروكيور تكنولوجي، ازاي امرج تكنولوجي عندي. ومن التشالنجز اللي احنا بنشوفها دلوقتي فعليا في الشركات الكبيره الاي او تي، ازاي هادبت الاي او تي عندي جوه الشركات بتاعتي وهكذا. وممكن نبقى ان شاء الله ندسكس بعض الريسيرش في الحته دي ان شاء الله تعالى قريبا يعني مع كورس الاي او تي اللي هتكلم عنه ان شاء الله لما يجي وقته. طيب وهكذا بقى. فايه ان انا ازاي اخلي الانتربرايز بتاعتي احسن يعني. طيب ايه الاشهر ميثودولوجيز عندي، اشهر فريم ووركس كويس، بما ان يعني مش عايزين نتكلم ان الشركات بتحب الايه الانجاز، بحب ان اطلع اوتبوت الريسيرش. بنقعد ندسكس ونيفالويت ونبروبوز ونتكلم وهكذا، وده حاجه مش وحشه طبعا، دي حاجه بتؤدي الى مودلز قويه جدا، لكن احنا بقى في الانتربرايزز عايزين مودلز نمشي عليها. فاشهر اربع مودلز توجاف وزاكمان وفيف وجارتنر. توجاف ده جاي من اوبن جروب، اوبن جروب حاجه اوبن ستاندردز وكده كويس. توجاف ده بيديني برينسيبلز مبادئ بس، يعني هو كله عباره على بعضه عباره عن شويه مبادئ كده فور ديزايننج بلاننج امبلمنتنج اند جوفرنينج الاي تي اركتكتشر، بيركز على الاي تي اركتكتشر تحديدا. بس مشكلته بالنسبه لنا ان هو شويه مبادئ، في ناس شاطره فيه قوي وله سيرتيفيكتس مشهوره جدا، وفي ناس في مصر قويه جدا جدا فيه كويس، لكن في الحقيقه لما بتيجي نشرحها او نشتغل عليه في الكليه فلاقينا هي شويه برينسيبلز وبيزكس. طب انا استفدت ايه من وجهه نظري القاصره طبعا كطالب او كحد ما اشتغلتش في كيس ستدي حقيقيه، هل ان الفايده عندي مش كبيره قوي، على الرغم ان التوجاف ده اشهر واحد، هما بيقولوا ان 80% من الشركات الكبيره بتستخدمه، وانا اعتقد ده صدق يعني، اعتقد ده مش كذب يعني ولا حاجه. زاكمان مشهور قوي كويس، نيمد افتر واحد من الناس اللي عملوه، لسه فاكر بقى زاكمان اتكلمنا عنه من شويه، ام اي بي ام ووكر والقصه دي.
هوفر هو according to CompTIA هو تصنيف اكتر منه principles. حلو، يعني اكتر منه principles او هو تصنيف ال 6 primary stakeholders، بعرفهم واعرف الفوكال بوينتس اللي عندي والتقاطعات اللي بينهم وبين بعض، وابدا اسال شويه اسئله كده في كل مكان منهم، وهتكلم معاهم ان شاء الله لما يجي وقته. فيف ده في الحقيقه ما اعرفش عنه كتير، لانه ديزايند فور يو اس جوفرمنت وما شفتوش لغايه دلوقتي لسه، احاول ابص عليه ان شاء الله ونتكلم عنه. جارتنر ده اجدادهم 2005 كويس، وهم استخدموه يعني، وهو اقرب الى البراكتيكال ميثودولوجي. فانا طبعا متصور ده لان هم اكيد حاسين بالشورتج في المودلز اللي فاتت، فعلى الاقل مش ده ما اعرفش عنه كتير، ده ما اعرفش عنه حاجه خالص لغايه دلوقتي غير الانفو دي، فمش هتكلم عن ده، انا بتكلم عن الاثنين اللي قبله. فطبعا جارتنر حاولت تقدم حاجه للشركات، حاجه براكتيكال ميثودولوجي يمشوا عليها علشان يوصلوا لايه، بزنس اوت كمز، وهحاول ان شاء الله نفوكس على ده اكتر في الكورس بتاعنا ان شاء الله. طيب ده انتربرايز ريفرنس اركتكتشر ميثودولوجي، طريقه علشان اعمل ايه الانتربرايز اركتكتشر بتاعنا ده ريفرنس ميثودولوجي، ده ما هياش لحاجه لازم نمشي عليها يعني. وكلمه ريفرنس هي مرجع، نرجع عليها زي الاو اس اي موديل كده، هو ريفرنس موديل، هل هو امبلمنتد ولا مره حصل له امبلمنتيشن؟ تي سي بي اي بي امبلمنتيشن الاو اس اي موديل كويس، احد الامبلمنتيشنز له، في امبلمنتيشنز تانية كتير بس مش كتير قوي يعني، بس في بس الاو اس اي موديل كريفرنس موديل عمر ما بتنفذ يعني. فدي الفكره، ان انا هنا عايز ابقى ايدنتيفاي، بعرف الكونسبت اوف انتربرايز انتجريشن، عايز انتجريت ايه عندي في الانتربرايز بتاعتي، اي اي، ماشين ليرنينج، اي او تي، كلاود، بيج داتا، ايا كان. حلو، وابدا ديسكرايب البروسيس اوف انتجريشن دي، سيستم الداتا جايه من سيستم شكلها عامل ازاي، سيستم دي انترنال ولا اكسترنال ولا هايبريد ما بين الاثنين وهكذا. بعد كده اوصف البروسيس دي في انتربرايز انتجريشن باستخدام انتربرايز موديلنج. انتربرايز موديلنج ده لانجويج، انتربرايز موديلنج لانجويج دي امبلمنتد ان انتربرايز موديلنج تول. حلو، التول دي بتكرييت انتربرايز مودلز، ابدا بقى اعمل لها ايه، اديها بقى الديفلوبرز بتوعي الاركتكتس بقى وهكذا. طبعا الاوبريشن دي لازم تسبورت الانتولوجيكال ثيريز، و الانتولوجي طريقه لتوصيف الداتا كويس، ان انا بحط ميتا داتا على الداتا بحيث ابقى فاهم الداتا دي والريليشن شيبس اللي بينها وكلام من ده كويس، و موديلنج وموديولز وكذا. وطلعت هنا ان الكلام ايه، كلام حلو بس يعني ايه، عايزين نقترب الى الواقع شويه اكتر من كده يعني. طيب الاول انا دوري ايه كانتربرايز اركيتكت، انا دوري كانتربرايز اركيتكت ان انا بريبورت للسي اي او كويس، وللاذر اي تي مانجرز، هم مسؤولين عن انالايزنج البيزنس ستراكشرز، وانا بقول لهم عن مقترحاتي ان احنا نعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ودوري بعد ما اقدم المقترحات دي اتاكد ان هي ايه شغاله كويس وبتنفذ يعني. طيب انتربرايز انتجريشن ديكيدز اكو، من سنين بقى كنا بنتكلم عنه ان هو ايه، هو تكنيكال فيلد للانتربرايز اركتكتشر، بيركز على الاستدي اوف توبكس ساتش از سيستم انتركونكشن، الكترونيك داتا انترتشينج، برودكت داتا اكسشينج. ايه اللي انا بقوله ده، اللي بقوله ده ان انا انتجريشن بيركز على من وجهه نظر تكنيكال كويس، يعني باخد الجزء التكنيكال في الاي اي وابدا اركز على الاستدي اوف توبكس، توبكس اجزاء منه زي ايه، زي السيستم انتر كونكشن، ازاي السيستمز بتتكلم مع بعضها وتتعامل مع بعضها، وازاي بتكستشينج الداتا مع بعضها كويس، وازاي الكمبيوتنج بيتوزع عليهم. فهو كان كونسبت حلو بيبروفايد ذا ريليفنت انفورميشن، وبالتالي بيركز على الكوميونيكيشن بتوين بيبل ماشينز اند كمبيوترز. حلو، نخليه افيشنت كوبريشن اند كوردينيشن. كلمه كوردينيشن هنا جايه من ايه، ان عندي ديفرنت كومبوننتس، فعلى سبيل المثال عندي تو سيستمز، سيستم A وسيستم B جوه الانتربرايز بتاعتي، فانا محتاج هنا اعمل انتجريشن ما بين التو سيستمز دول عن طريق انفراستراكشر معينه كويس، ببروفايد بقى انفورميشن لينكس بتوين السيستم والانتجريتنج سيرفيسز دي علشان اسهل الفيزيكال فلو اوف داتا اوف بروسيسز ما بينهم، فبالتالي الانتربرايز تبقى شايفه ايه، البروسيس واحده من فوق كويس، وانا عندي بقى هنا بتجمع بين اكتر من سيستم. الصوره ما اختلفتش كتير بالمناسبه دلوقتي، هوفر اتحسنت كتير قوي عن زمان نتيجه الايه، تطور بقى الفظيع اللي حصل نتيجه التغير في السيستمز وطريقه بنائها والتكنولوجيز المطلوبه فيها وهكذا.
الايفولوشن اوف القصه دي، بدانا بسيستم عايز اعمله انتجريت مع سيستم تاني، then ابلكيشن، then بزنس انتجريشن، كونسبت بقى البروسيس، then انتربرايز. وهنركز قوي في الكورس بتاعنا على الانتربرايز على طول، مش لازم اخوض في المراحل التاريخيه السابقه دي. يعني دي بالتواريخ من الستينيات السيستم انتجريشن، السبعينيات تقريبا الابلكيشن، الثمانينيات البروسيس، وال2000 الايه الانتربرايز. طيب في الانتربرايز انتجريشن بقى اللي هو موضوع اصلا الكورس بتاعنا ان شاء الله، عايز افوكس فيه على اربع حاجات النهارده: انتربرايز انتجريشن نيدز، والموديلنج، والايدنتيفيكيشن اند يوز اوف انفورميشن، وترانسفير اوف انفورميشن. انتربرايز موديلنج بيركز على اسيسنج تقييم الفاريوس اسبيكتس اوف ان انتربرايز. عايز اقيم الانتربرايز بتاعتي من اكتر من وجهه نظر. ليه؟ علشان افهم واري ستراكشر او اديزاين انتربرايز اوبريشنز. انا الاصل عندي في انتربرايز موديلنج عايز اديزاين اوبريشنز بروسيسز. السيستم عندي مش سيستم بقى كتكنيكال وكانفراستراكشر، لا خالص، السيستم عندي كبزنس بيشتغل ازاي، المفروض يشتغل ازاي. فالانتربرايز موديلنج ده هو الاصل بتاع البيزنس بروسيس انجينيرنج، اعاده هيكله العمليات النظام بتاعي. كويس، ودي اول خطوه تو اتشيف الانتجريشن. هتقول لي طب ازاي؟ هقول لك الصبر بس. ما انا لما اعرف العمليات الرئيسيه اللي عندي في السيستم بتاعي او في الانتربرايز بتاعتي وازاي بتشتغل والسب سيستمز المطلوبه ليها والكومبوننتس اللي جواها وهكذا، هقدر ان انا ان شاء الله تعالى اعرف البيزنس بروسيس، فطلع منها الكومبوننتس والسب سيستمز والحاجات الانترنال والحاجات الاكسترنال والديتا انترتشينج وشكل الديتا والميثودز تو كول ال واقسم بقى السيرفيسز لو احتجت سيرفيس بيزد اركتكتشر مثلا زي الاس او اي او مايكرو سيرفيسز، او اطلع ريسورسز لو احتجت اركتكتشر زي ريسورس اورينتد اركتكتشرز وهكذا. ايه الكلام اللي بقوله ده؟ جاي حالا ان شاء الله، بس شويه صبر. ودي زي ما قلنا دي مرحله انتربرايز انتجريشن جايه بعد مرحله الانتربرايز اركتكتشر. كويس، فالانتربرايز انتجريشن نيدز الهدف الرئيسي فيه ايدنتيفاي ذا رايت انفورميشن. ودايما نسمع كلمه ان المعلومات هي راس مال المؤسسات، المعلومات اهم حاجه، عصر المعلومات، الناس بتجمع معلومات، تجميع المعلومات بقى متاح. كويس، لكن بدانا بقى المرحله الجديده، ازاي اطلع الدايموند المستخبي جوه المعلومات دي. انا عندي معلومات عن الكاستمرز بتوعي، معلومات عن الكاستمرز اللي حواليا، عندي باترنز في عندي طريقه استخدام معينه. ازاي احول المعلومات دي الى سورس؟ طبعا بالنسبه للشركات سورس فلوس، بالنسبه للناس المهتمه بخدمه الناس ازاي احولها، ازاي اساعد الناس، وازاي ان انا ابعد او احسن لهم في حياتهم، احسن في المعيشه بتاعتهم، احسن وهكذا. فانا مش بس بقى بايدنتيفاي ذا رايت انفورميشن، لا ده انا كمان بقدم ذا رايت انفورميشن ات ذا رايت بليس وذين السيستم بتاعي، وابديت الانفورميشن دي في الريال تايم. والكلام ده جديد، احنا دلوقتي بقينا محتاجين نعمل ريال تايم بروسيسنج للبيج ديتا. عندي ديتا جايه كبيره كتيره جدا من الاي او تي سنسورز ومن السمارت ووتشز ومن الهيلث انسترومنتس والحاجات دي كلها، لازم انالايز الكلام ده في الريال تايم. كويس، ازاي بقى هنظم البيزنس بروسيسز تو كوردينيت الكلام ده بينها وبين بعض. حلو، حاضر، على حسب الديت اللي جاي لي وهكذا. وازاي بقى ايه اورجنايز الانتربرايز بتاعتي بحيث انها تبقى ادابتيف، متغيره على حسب الايه التغير اللي في الديتا دي. طيب فتعالى كده نشوف واحد واحد كده بسرعه. ايدنتيفيكيشن اند يوز اوف انفورميشن، زي ما قلنا بقى من شويه ان الاوبريشنز بتاعتي بتجمع ديتا او بتحتاج ديتا. حلو، الموديل بتاعي لازم يعرف الاوبريشنال تاسكس، الاوبريشنال تاسكس دي بتحتاج انفورميشن، لازم اعرف هقدم ديتا شكلها عامل ازاي، طبيعتها عامله ازاي، ازاي انتجريت ديفرنت سورسز مع بعضهم. كويس، والكلام لازم يكون كونسيستنت، متوافق مع مجموعه من الرولز ويكون مظبوط طول الوقت. ترانسفير، ازاي بقى هجمع الداتا من اكتر من مكان، وده اشكال رئيسي عندنا في التكنيكال اسبيكت اوف ذا كورس، هنتكلم عنه في كورس البيج ديتا ان شاء الله تعالى. ازاي ان انا هقدر ابروسس، هقدر انالايز، هقدر اتعامل مع ديفرنت انفورميشن جايه من اشكال مختلفه، جايه من حاجه اسمها الانفورميشن فيوجن، ازاي ان انا هجمع الانفورميشن من اكتر من سورس. طبعا ده الاكزامبل القديم جدا، ان انا كانت الناس زمان بتعمل انتجريشن على مستوى اليوزر، بيقولوا حاجه اسمها بورتال. حلو، البورتال ده يعني ياما شفنا بيه مشاريع
في الحياه الحقيقيه، ياهو بورتال مثلا، ياهو ده كان بورتال في وقت من الاوقات، وبيجيب بقى الداتا من اكتر من مكان وهكذا يعني. اي بي ام كان عندها ليرنينج مانجمنت سيستم كده كان قوي قوي، حتى مش فاكر اسمه دلوقتي للاسف يعني، اسمه على اسم زهره كده، اسمه لوتس او حاجه زي كده يعني. المهم ان هو ايه الفكره هنا، ان انا بانتجريت على مستوى، بعمل انتجريشن على مستوى اليوزر انترفيس. هنا بقى بتكلم بقى ايه الديفرنت سيستمز اجيب منها. طبعا ده كلام قديم جدا ما عادش ينفع النهارده. حلو، هو احنا استفدنا منه واحنا بنبني سيستمز النهارده، لكن مش ده اللي بيحصل النهارده. طيب في 2002 بدأت الدنيا تتغير. 2002 حصل انتجريشن اكت، زي قانون او حاجه زي كده كويس، امريكاني طبعا، عند نست، ناشونال انستيتيوت اوف ستاندردز اند تكنولوجي، اتطلب منها او بالقانون يعني، القانون اللي رقمه كذا ده، ان هي تعمل انيشيتيفز، تعمل مبادرات، تعمل ستاندردز للديفلوبمنت والامبلمنتيشن فور الكترونيك انتربرايز انتجريشن. الكلام ده فلوس، الكلام ده فلوس وده مليارات، فلازم يكون في قوانين ويكون في ستاندردز نمشي عليها وكلام من ده يعني. حلو، فطبعا الناس اشتغلت على القصه دي وبدات تطلع بقى ايه، عن طريق مجموعه من الشركات بتطلع بقى ايه حاجات زي كده يعني. طيب انا بقى اللي يهمني شخصيا في الكورس ده وجهه نظر البراكتيكال، فعشان نشوف البراكتيكال هنروح لشركه اسمها ريد هات كويس، و لينا بقى ديسكشن على موضوع ريد هات ده كبيره ولا صغيره، اكبر من اي بي ام ولا لا. المهم ان ريد هات ناس بتنفذ على ارض الواقع بروجكتس وسولوشنز انتربرايزز كبيره، فحابين نسمع منهم وجهه نظرهم ايه في الانتربرايز انتجريشن. فهم عندهم تشالنج، هو لازم يدرس تشالنج يقدم له حل، ده شغل بقى الشركات الايه اللي عايز تكسب فلوس يعني. وده رايي الشخصي، اي حد حتى هو كبيرسون كشخص عايز ما شاء الله يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى باخده بالاسباب يعني بعد رحمه ربنا سبحانه ويكسب فلوس، لازم يكون بيعرف حاجه كويس يعملها فياخد عليها مقابل. حلو، فالشركات بتعمل كده، بتعرف تشالنج، تقول لك انا التشالنج ده اهو لو موجود عندك انا احله لك ان شاء الله تعالى كويس، وتدفع قصاده قد كده. فالتشالنج الابلكيشن اند داتا انتجريشن كويس. وهنا عندي تو تايبس اوف انتجريشن. اول مره بقى مش هتكلم عن انتربرايز انتجريشن، هتكلم عن ايه، عن ابلكيشن اند داتا انتجريشن، وده فاونديشن، دي حاجه رئيسيه كويس علشان اقدم نيو كاستمر اكسبيرينس. انا عايز اقدم سيرفيسز جديده للكاستمرز، عايز اقدم خبره جديده في الاستخدام كويس مع الكاستمرز، فلازم انتجريت الاثنين دول مع بعض. الطبيعي ان كان الاشهر ان كان زمان تيم واحد شغال في الشركه بيمانج مونوليثك، كلمه مونوليثك يعني بناء واحد. حلو، نتكرر معانا كتير، اي ابلكيشن احنا بنيناه في الاغلب هو مونوليثك. انت عملت ابلكيشن فيجوال ستوديو مثلا، اس بي دوت نت، فايل نيو سولوشن كويس، في ابلكيشن بتكونكت على داتابيز وتعمل شويه بزنس لوجيك وتعرض، ده كله مونوليثك حاجه واحده. طب هتقولي لا ده عملت ام في سي، مونوليثك برضه كويس. فكره ان انا اعمل حاجه مش مونوليثك تبدا امتى؟ تبدا الحد الادنى بتاعها لما نعمل سولوشن في مايكروسوفت مثلا دوت نت ولا حاجه زي كده، واعمل 2 3 بروجكتس جوه نفس السولوشن. حلو، وابدا ديبلوي بديبندنسيز بيزد على الابلكيشنز دي بينها وبين بعض، فابدا بقى اد ريفرنس من بروجكت للتاني، وابدا ابلاي ديبندنسي، وابدا كونكت عليه از اكسترنال بروسيس. ده بقى شغل ايه؟ مش مونوليثك، ده شغل على الاقل يعني هنتكلم عنه كمان شويه ان شاء الله تعالى. لما المونوليثك اللي احنا بنعمله من اول ما اشتغلنا تقريبا، ان انا بجيب بروجكت اعمل له داتابيز واكونكت عليها وابدا ايه ارن بزنس لوجيك واعرض لليوزر بتاعي يعني. في فرق بين المونوليثك والتيرز، ممكن يبقى عندي ان تير ابلكيشن وذين مونوليثك، او الكلام ده جاي كمان شويه ان شاء الله تعالى. فالاصل ان يبقى عندي تيم واحد بيعمل سولوشن واحد، سولوشن بقى كبير جدا صغير جدا مش فارقه، المهم ان هو مونوليثك انتجريشن بينتجريت الانتاير انتربرايز كلها سولوشن واحد كويس. لكن اللي حصل ايه، الابلكيشنز بيكام مور كومبلكس، الدنيا بقت كومبلكس قوي، اللوجيك البيزنس لوجيك عالي، النيدز عاليه، البروسيسز زادت، اليوزرز عددهم بقى عالي جدا، ما بقتش اعمل سكيلابيليتي. حلو، فبقيت اضطر اعمل حاجه اسمها ديستريبيوتد ابلكيشنز، بقيت اضطر اوزع الابلكيشن بتاعي على اكتر من مكان. طب التوزيع ده شكله عامل ازاي؟ بقى عندي تشالنجز جديده كويس، فبالتالي بتحتاج استخدم الكلاود نيتف انتجريشن تكنولوجيز اند اجايل تيمز.
وده سبب ان الكورس بتاعنا يعني اللهم لك الحمد احنا شفنا الشيفتنج بتاعه من لما كنا بنشرحه كله على شويه ديتا و ويب سيرفيسز تو انتجريت لحد ما وصلنا ما شاء الله اللي هنتكلم عنه النهارده بفضل ربنا سبحانه وتعالى وحده، الحمد لله والشكر لله سبحان من علمنا سبحانه وتعالى. وده في الحقيقه بيفكرني بسؤال كان اتسال في اول محاضره لما اتقابلنا، هو الكورس بتاعنا كله عباره عن ويب سيرفيسز بتكلم مع بعضها او المشكله في الديتا، فانا كنت حابب فعلا ناخد الليكتشر دي ان شاء الله علشان نوضح الايه التشالنجز يعني. طيب الاشكال الرئيسي ان في الانتربرايز انتجريشن كل مودرن بزنس ماست شير داتا. الكلام ده ما كانش حاصل زمان، كنت زمان اقدر ان انا افرض على اليوزرز بتوعي ان هم يجوا لي غصب عنهم ويحطوا الداتا بتاعتهم عندي. النهارده بقى صعب الكلام ده، النهارده لو انت ما دخلتش اصلا وشاركت شويه من الداتا بتاعتك مش هتخش معانا في السايكل، مش هتخش معانا في السيركل، فمش هيبقى انت اصلا جزء مننا، فمش هيحصل ان انت تقدر تكسب مرتاح. ودي حاصله ولو حتى على مستوى الاوثنتيكيشن، يعني النهارده اغلب الناس بتلوج ان يا اما بفيسبوك يا اما بتويتر يا اما بجيت هاب يا اما بجوجل. طيب ما دي ده شيرنج للديتا، السايت الجديد اللي انا بلوجن عليه دلوقتي او باوثنتيكيت عليه عارف ان انا جوجل يوزر، عارف اليوزر نيم بتاعي على جوجل والايميل بتاعي وكلام من ده، فجوجل عامله شيرنج للديتا، جوجل كسبانه من حته تانيه كويس. بس ده حاصل، فلو احنا عاملين شيرنج للديتا فانا اغلب الظن ان ببقى جزء من البيج ديتا، عندي ديتا كبيره جدا جدا جايه لي، فانا كده بقى عندي تشالنج في البيج ديتا از انتجريشن تشالنج. حلو، علشان اعمل كده لازم اسمح للابلكيشنز والديفايسز اللي في الكور بزنس استراتيجي بتاعتي انهم يكونوا اكسسبل تو ايتش اذر. عندي شركه نقل او عندي مثلا شركه شحن وتخزين بصنع منتج غذائي معين، فبجيب من المزرعه بعض الخضروات وابدا ان انا ايه اشحنها وانقلها واخزنها واصنعها وابيعها واصدرها وتتباع هناك وهكذا. بلوك تشين بقى واي او تي، هتكلم عن البلوك تشين ان شاء الله في محاضره في الكورس بتاعنا ده ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يدينا الصحه يا رب ويعيننا سبحانه وتعالى ويبارك في الوقت ونلحق نعمل حاجات زي كده ان شاء الله يعني. فالانتربرايز انتجريشن بقى زي ما قلنا بيستخدم التكنولوجيز بروسيسز اند تيم ستراكشر ذات كونكت، بيربط الداتا والابلكيشنز والديفايسز. ده بقى الكلام الجديد، كلام بقى ايه 2020 كويس، ان انا بكونكت داتا ابلكيشنز وديفايسز من كل مكان في الاي تي اورجانيزيشن بتاعتي. طيب ليه ده في تشالنج؟ لان المودلز اتغيرت. انا كنت لسه من شويه بقول لحضرتك موديل كده كان ايه، كان صوره غريبه كده واقول لك ايه ان الانتجريشن زمان بالنسبه لنا نعمل بورت اللي جمع من كل مكان، طبعا ما عادش الكلام ده النهارده خالص. حلو، القصه اختلفت تماما، لان من زمان كان ريليتيفلي سمول نمبر اوف بوينت تو بوينت كونكشنز، كانت الكونكشنز مالها قليله وصغيره. النهارده الوضع اختلف تماما، النهارده بقى عندي الاند بوينتس عاليه. انا لو النهارده ما اقدرش اعمل مش توبولوجي ما بين الاي او تي ديفايسز، لا يمكن. لو تقرا الارقام اللي احنا بنتكلم فيها في عدد الاي او تي سنسورز اللي على اخر السنه دي وعلى اخر السنه الجايه ارقام مفزعه كويس. فاحنا كان عندنا زمان سمول نمبر اوف بوينت تو بوينت كونكشنز، اتنقلنا الى سنترلايزد موديل كويس اللي هو حاجه اسمها الانتربرايز سيرفيس بس، وبعدين اتنقلنا للديسيبت اركتكتشر. حلو، بقى عندي مين اليوزابل بوينتس. طيب فلو حبيت بقى اعرف تاني ايه هو الانتجريشن، ابدا بقى فوكس على الاي تي انتجريشن او السيستمز انتجريشن. الاي تي انتجريشن هو ذا كونكشن اوف داتا ابلكيشنز اي بي ايز اند ديفايسز اكروس اي تي اورجانيزيشن. بدنا بقى نركز على ايه حاجات معينه. حلو، ليه بعمل كده؟ to be more efficient productive and agile. الكلمة دي جاية حالا ان شاء الله. integration هو مفتاح رئيسي في البيزنس ترانسفورميشن كويس. ومش بس بقى انا بكونكت الحاجات دي، ما انا اسف يعني ايه الانجاز اللي انجزته لو عملت كونكت؟ الانجاز اللي عمله فعلا لما add value. الفاليو added دي بتقدم وظيفة جديدة new functionality. حلو، by connecting different systems functions. عندي برودكت اسمه اباتشي كافكا مثلا، ده اوبن سورس بلاتفورم بيسمح لي نعمل انتجريت ستريمز اوف داتا. كلمه ستريمز توري لك بقى ايه كم الفلو اوف داتا عامل ازاي يعني. حلو، فبالتالي اقدر ابروسس الستريمز اوف داتا دي في الريال تايم، وده كان تشالنج قوي جدا ان ازاي في الريال تايم من غير ما اعمل ستورج للداتا ولا اتاخر في ان اعطي قرار كويس اقدر ان اعمل حاجه زي كده يعني.
طيب، حد من حضراتكم سمع قبل كده عن الديف اوبس مثلا؟ دول طبعا كتير ان شاء الله يا رب يعني. فيقول لي ايه، طب ايه علاقه البيزنس انتجريشن او الاي تي انتجريشن او الانتربرايز انتجريشن او سيستمز انتجريشن بالكونتينوس انتجريشن؟ كويس، سي اي سي دي. هقول لك لا، تعالى بس الاول نعرف ايه هو السي اي سي دي. السي اي ستاندز فور كونتينوس انتجريشن، سي دي ستاندز فور كونتينوس ديليفري او كونتينوس ديبلويمنت. هي ايه سي دي؟ واحده للاثنين يعني. فالسي اي سي دي هي طريقه ميثود تو فريكوينتلي علشان كتير اعمل ديليفر، اوصل الابس الابلكيشنز تو كاستمرز، باني اعمل ايه، اقدم اوتوميشن حلو اوف انتو ذا ستيجز اوف اب ديفلوبمنت. فاكر الاس دي ال سي بتاع زمان؟ يا لو كان يقول لك مش عارف، مع احترامي الشديد طبعا يعني الاس دي ال سي وال كويس، مش عارف سيستم اناليسيس، بعدين سيستم ديزاين، بعدين مش عارف سيستم ديفلوبمنت، بعدين طبعا ما عادش قصه كده خالص. انا النهارده بقيت ما شاء الله ببدا اعمل اتريتيف ديفلوبمنت للكود بتاعي كويس، وابدا اعمل كونتينوس انتجريشن. يعني وانس ان انا كتبت حته في الكود، عملت لها تيستنج، جهزها فور ديبلويمنت كويس او جهزها فور ديليفري، ابدا اتنقل من السي اي للسي دي اوتوماتيكلي. وانس ان عملت كوميت على الريبوزيتوري، then تبدا من الكوميت على الريبوزيتوري ده يحصل ديبلويمنت ان برودكشن بالكونتينرز على حاجه زي اوبن شيفت مثلا بتاع ريد هات، او حاجه زي ايجر بتاع مايكروسوفت. مايكروسوفت اكيد ابي عندها حاجه انا مش عارفها ايه يعني في الحقيقه، بتعمل القصه دي كويس، بديبلوي عليها وادي اليوزر ايه، يشوف الفيرجن الجديد. لو تاخد بالك اغلب الميجر سوفت وير فيندرز سواء على الويب ابلكيشن او على ديسكتوب ابلكيشنز، ما عادش عندي حاجه اسمها ريليز بقى. قصة ما عدتش كده خلاص، ده كان زمان، كان كل سنة ريليز جديد، وعمل سنة الفيتشرز الجديدة. قصة مش كده دلوقتي، قصة هو عمال يغير في الابليكيشن كل يوم، فيتشر خلص طبعا نزله للناس، وده جه نتيجة الكومبيتيشن العالية بين الفيندرز وبعضه. فيبقى السي اي كونتينوس انتجريشن، سي دي كونتينوس ديليفري، اند كونتينوس ديبلويمنت. طيب سي اي سي دي ده سولوشن لمشكله انتجريتنج نيو كود، عندي كود جديد عايز ادخله على كود قديم، فكان بيحصل زمان بقى ايه مشاكل كتيره بقى، الكود الجديد بقى ضرب الكود القديم، وتعالى اعمل الحق نرجع رول باك وشوف الكود مسيف اللي القصه عامله سيف باسم ايه وحاجات كده. دلوقتي الموضوع ما عادش كده، بقى عندنا الحمد لله دلوقتي فوكس على التست دريفن ديفلوبمنت، بكتب تيستس كتير جدا جدا اكتر من الكود اصلا اللي بنعمله فور برودكشن يعني. وانس انا بعمل كوميت بترن التيستس دي اوتوماتيكلي، لو التيستس باست خلاص تمام. حتى كده عشان كده بتخش على جيت هاب تلاقي بقى ايه البرودكت ده باست، كام في الميه باست، كام في الميه كفرد، وهكذا. اسف، ال كام في الميه كفرد، انما التيستس باس ولا فيل. حلو، وان شاء الله هنبص عليها ان شاء الله تعالى. بس ده مش انتربرايز انتجريشن اصلا، انا بس بوضح الايه ده معناه ايه، وان ده مش اللي احنا عايزينه خالص في الكورس بتاعنا يعني، فمش هطول فيه قوي. المهم ان القصه دي بقت اوتوماتيد كلها حلو، بقت كونتينوسلي مونيتورد ثرو لايف سايكلز اوف اب، من اول انتجريشن تيستينج ديليفري اند ديبلويمنت. فالفيز اتغيرت كويس، بقت يعني بقت اناليسز ديفلوبينج مثلا او كودينج يعني كويس، ديفلوبينج تيستينج ديليفري ديبلويمنت، وارجع تعمل تاني اناليسز وهكذا. حلو، اتريشنز بقت صغيره وبقت سريعه، كل اسبوعين مثلا ممكن اطلع اتريشن، او كل شهر على حسب الايه الاجيل ميثودولوجي اللي انا شغال بيها، سكرام او اكس بي او واتيفر. طيب فالحاجات دي كلها مع بعضها اسمها ايه، اسمها سي اي سي دي بايب لاين. حلو، سبورتد باي اوبشنز كتيره جدا. السي اي اللي هو كونتينوس انتجريشن ده اوتوميتد بروسيس فور ديفلوبرز، الكود تشينجز تو اب ريجولار، الكود بيتغير بطريقه منتظمه. وانس ان عملت كوميت بيحصل له تيستينج، بعدين ذن ميرجينج انتو اشيرد ريبوزيتوري، وعلى حسب بقى انا عندي برانشز ولا لا، ده موضوع ايه في جيت ملناش دعوه دلوقتي. طيب الكونتينوس ديليفري او الكونتينوس ديبلويمنت ده بعد ما خلصت السي اي. حلو، الكلام ده كله اوتوميتد برضو. تعالى كده نشوف كونتينوس ديليفري ده اقصد بيه ايه. كونتينوس ديليفري معناه ان الديفلوبر تشينجز ده انا عايزه خلاص وانس ان هو باج تيستد، مفيش فيه باجز، اند ابلودد تو ا ريبوزيتوري زي جيت هاب مثلا او كونتينر ريجستري كويس، اروح اودي to be deployed على production environment بحيث يبقى جاهز للناس by operations team، والتيم ده جديد كويس، ده dev ops developers and operations team. الاتنين التيم ده مش جديد يعني، هو موجود قبل كده بس اختلف تماما عن زمان
كويس. حاجه اسمها ديف اوبس بقى اللي هو ايه، ان بقى عندي الاوبريشنز تيم اللي هو بيديبلوي الحاجه، لازم يكون بقى ديفلوبر هو كمان، او ديفلوبر بقى اوبريشنز، والاثنين مع بعض بقوا حاجه واحده يعني. حلو. فبالتالي الكونتينوس ديليفري ده بينشور ان انا تيكينج مينيمال ايفورت اقدر ديبلوي نيو كود، ما عادش بقى عندي مشاكل كتير زي زمان. كونتينوس ديبلويمنت ان الكلام ده طلع للناس، كويس ان الكلام ده ظهر للناس. فالصوره دي رائعه رائعه، ان انا كونتينوس انتجريشن بيلد تيست ميرج، كويس. وانس ان عملت ميرج كويس، راح اوتوماتيكلي ريليزد تو ريبوزيتوري، ده بقى اسمه الكونتينوس ديليفري. وانس ان ريبوزيتوري اكسبتد الكلام ده خلاص اوتوماتيكلي ديبلوي تو برودكشن. حلو. والكلام ده زي ما قلنا بقى اتريتيف على فيس صغير. الصوره دي حلوه جدا، اقراها مع السلايدز مره واثنين وثلاثه. طيب طبعا الاي تي انتجريشن غير خالص السي اي. حلو. طبعا انا ما اقصدش ابدا السي اي في الشغل بتاعنا خالص في الكورس بتاعنا ان شاء الله يعني. طيب بريف هيستوري اوف انتجريشن سريعا كده. الاي تي سيستمز كبرت قوي زي ما قلنا، واتطورت قوي مع الوقت، كبرت وبعدت عن بعضها تمام. وفي الحقيقه ما فيش فيندرز كانت تتكلم مع التاني، وكل واحد عايز ايه ياخد اكبر نسبه من الكلاينتس عنده وهكذا يعني. طيب اشهر طرق تو انتربرايز ابلكيشن انتجريشن، مجموعه الابلكيشنز اللي جوه الانتربرايز، اشهر طرق ليها اتنين، حاجه اسمها البوينت تو بوينت والهب اند سبوك. طبعا متوقع انت ايه من الاسم بتاعهم يعني، بوينت تو بوينت اللي بوصل كل بوينت مع التانية دايركت كونكشن يعني، اللي هو المش توبولوجي بتاع النتوركس. طبعا ده له مميزات وله عيوب، نفس بالظبط المش توبولوجي. والهب اند سبوك ان عندي ايه حاجه في النص، ميدل وير او انتربرايز سيرفيس باس بكونكت عليه، هو بقى اللي بيمانج الايه الكونكشنز بينهم وبين بعض. طب البوينت تو بوينت each application had to be customized. انا حاولت الحمد لله، اللهم لك الحمد لك الشكر، اعمل السلايدز دي دنس يعني مليانه كلام عشان متذاكر منها ان شاء الله يعني. فال applications customized ده تتكلم مع بعضها وهكذا. حلو. طبعا ده tedious work، بيعوز مجهود كبير جدا و cost وكده. فكان حل المجهود الكبير والكوست يبقى عندي هاب في النص، موديل اسمه هاب اند سبوك، الكونكشنز رايحه مع الهاب، والهاب هو الايه بين الابس يعني، راح الهاب والهاب هو اللي بيوصل الايه الحاجات دي مع بعضها. فبالتالي الابلكيشنز بقت مور فوكسد على البيزنس لوجيك بتاعها، بدل ما بركز ان انا ايه عملت كونكشن، الكونكشن فيل، طب السيرفيس دي مكانها فين، طب وضعها ايه، كلام من ده يعني. طيب الهاب ده احد اكزامبلز له، الاول المرحله الفيز الثانيه اللي بعده اللي هي اسمها الانتربرايز سيرفيس باس، ده جه بعد الهاب. حلو. وده كان بيقدم مجموعه من السيرفيس الزياده على الهب. حلو. هو بيتر سوليوشن عن الهب اند سبوك. حلو. جه نتيجه الانتربرايزز كبرت قوي، بيقدم سيرفيسز زي الراوتنج، زي الاوركستريشن، زي المسجنج، زي السكيورتي ترانسفورميشن وهكذا. فهو يعتبر الاي اس بي انتربرايز سيرفيس بس، انتربرايز سيرفيس بس، هي هب اند سبوك بس ايه في حاجات مميزات جديده يعني. زي ايه مثلا؟ زي ان هو بيستخدم open standards كويس، فبالتالي بقت الابليكيشنز المختلفة خلاص مش شغلة بالها هل الاي اس بي بتاعي او هل الهب بتاعي ده بيسبورت بروتوكول انا عايزه او مسجنج فورمات انا عايزها ولا خلاص بقى ايه الاي اس بي ده ستاندرد هكونكت عليه بالستاندرد، فانا ايه بسبورت الستاندرد وهكذا. فبالتالي ما عادش عندي يونيك انترفيسز لكل ابليكيشن، ما عادش بقى ايه انترفيس بلغة معينة، اسف مش بلغه معينه، بفورمات معين او بستاندرد معين يعني. فده كان اشهر حاجه، التغيير في البروتوكولز والستاندردز وهكذا يعني. طيب ايه التشالنجز بتاعت الاي اس بي؟ التشالنجز ان هو اصبح هو نفسه سنترلايزد اركتكتشر، يعني انا كنت اصلا مونوليثيك، بعدين وزعت الابلكيشن على او السيستم بتاعتي وخليته ابلكيشنز كتيره عايزين يتكلموا مع بعض، فجمعتهم في اي اس بي. الاي اس بي نفسه بقى سنجل بوينت اوف فيلير، بلس ان الاي اس بي نفسه بقى مونوليثيك ابلكيشن كبر قوي وبقى كومبلكس قوي عشان يقدم الفيتشرز اللي اتكلمت عنها من شويه دي، بقى هو نفسه عايز مينتنس اصلا وبقى بيقابل تشالنجز وكلام من دي يعني. فانا كاني نقلت المشكله، كاني نقلت المشكله من الانتربرايز حطيتها هنا وبقى ده عندي نفس المشكله. فبقى ايه الحل؟ الحل في الاجايل انتجريشن، ان انا عايز ده ما يبقاش كده، عايزه يبقى مختلف شويه.
طيب ايه الاجايل انتجريشن ده؟ كونسبت على فكره عند ريد هات، معرفش موجود عند حد تاني ولا لا، بس هو عند ريد هات تحديدا يعني. كويس، ريد هات شايف المستقبل اوف كونكتد سيستمز وازاي تو سبورت الريال ورك، ان الاي تي تيمز بتاعتك ماست تبقى اكومبليش تو ثرايف، تبقى متغيره كل ما الاي تي اتغير. يعني ايه؟ يعني يكون اجايل. ده مفهوم كلمه اجايل. كلمه اجايل لو ترجمناها معناها رشيق. كويس، وكلمه رشيق يعني ايه؟ بيتحرك برشاقه وبتاع. في الحقيقه يعني بغض النظر عن معنى الكلمه وكده، مش ده موضوعنا خالص. فكره ان احنا عايزين نتحرك بسرعه، كويس، او نستجيب بسرعه للتغييرات اللي حاصله. يعني التغيير التقليدي عن طريق الاس بي مش هينفع، ده نفسه اصلا بسنجل بوينت اوف فيلير، بقى عبء على الانتربرايزز. فايه اللي حاصل دلوقتي؟ اللي حاصل دلوقتي لوزلي كابلد، مش عايز حاجه تعيق التحرك باني استخدم مش عايز حاجه مونوليثيك عندي خالص، مش عايز حاجه مونوليثيك عندي. هعمل ايه؟ هستخدم كلاود نيتف ابلكيشن اركتكتشرز. يعني ايه الكلام ده؟ وهل هنا بالمناسبه هل معنى كلمه كلاود نيتف ابلكيشن اركتكتشرز لازم يكون عندي كلاود بروفايدر حد؟ اي بي ام، ريد هات، هواوي، اي حد، اي مايكروسوفت؟ لا خالص. الكلاود كومبيوتنج از ا تكنولوجي. احنا نقدر نبني الكلاود بتاعنا الحمد لله وشكر لله، نقدر نجيب من حد بتاع الشركات تعمله عندنا اون بريمس. اي بي ام بتعمل كده، مايكروسوفت بتعمل كده، مش عارفش هو بتعمل كده ولا لا. تقدر ان انت تطلب يبقى عندك انت في المكان بتاعك، في اللوكيشن بتاعك، كويس، اون بريمس يور اون كلاود. تقدر تحط انت الكلاود اون بابليك كلاود وذين الفايرول بتاعك. تقدر ان انت اصلا تستخدم اوبن سورس تولز اللي هم بيستخدموها اصلا وتعمل انت الكلاود بتاعك. فانا مش عايز حضرتك تفتكر ان كلمه كلاود هنا ما تربطش نفسك او ذهنك بفندر. الايرور ده على فكره انا كنت عم بعمل كده من فتره وده مش صح. حلو، كان دايما كلمه كلاود بالنسبه لي مرفوضه، ليه؟ داتا بتاعتي لازم تبقى حاجتي عندي. طب تمام، اعرف التكنولوجي، انا بكلم نفسي مش بكلم حد يعني، نعرف التكنولوجي وادابتت عندنا بالاوبن سورس تولز، وده متاح طبعا ان شاء الله تعالى. بس فعلا فعلا الكلاود هيفرق في الاركتكتنج اوف ابلكيشنز. لازم نتعلم كلاود، يعني لازم نعرف كلاود، نعرف كلاود سيرفيسز، نعرف كلاود ديبلويمنت مودلز، نعرف الناس. متقدم ايه وكده. طيب فريد هات شايفه القصه ازاي؟ شايفه القصه ان انا لازم، على فكره مش هات لوحدها، يعني مايكروسوفت برضو شايفه نفس الفيو ده اعتقد كلهم يعني. بس هو في الحقيقه انا في الليكتشر دي كان الفوكس قوي على ريد هات، لان هي في الحته دي يعني هو معديين بصراحه. شايفين القصه ازاي؟ لازم اتحول الى لوزلي كابلد كلاود نيتف ابلكيشن اركتكتشرز. دي بتتبني ازاي؟ عن طريق اجايل اند ديف اوبس ميثودز. حلو، ايه الفكره؟ الفكره ان انا عندي بكونكت ريسورسز، بجمعها بطريقه اجايل، بستخدم كلاود نيتف بلاتفورمز عشان احسن السبيد والسكيورتي اوف سوفت وير ديليفري. تمام، سوفت وير ديليفري لازم اسرع الطريقه. عن طريق ايه؟ عن طريق ان ديبلوي انتجريشن تكنولوجيز زي الاي بي ايز والكونتينرز. يعني ايه كونتينرز؟ اصبر حالا ان شاء الله تعالى، وده كان سؤال سالته من كام يوم كده عشان وانا بحضر ليكتشر ابقى عارف ايه قد ايه ان شاء الله يتعرف عليها يعني. وانا اشكركم على فكره على التفاعل والاهتمام، ده شيء بيفرحنا في الحقيقه وبيساعدنا في الايه، في كاستمايزنج المحتوى ان شاء الله يعني. طيب فالاجايل انتجريشن وجهه نظر بقى ريد هات بيحتاج ثلاث حاجات اساسيه: ديستريبيوتد انتجريشن، كونتينرز، اند اي بي ايز، ابلكيشن بروجرامنج انترفيس. ديستريبيوتد انتجريشن ده الهدف الرئيسي فيه سمول اي تي فوتبرنت، تغييرات صغيره متلاحقه بتمشي على باترن معين. ابدا احدد مجموعه من الايفنتس، لما تحصل يبدا يحصل عندي الانتقال من مرحله للتانية. كويس، الكلام ده بيديني فليكسيبيليتي، لان الصغوره دي الصغر ده بيسهل عليا الحركه يعني. كويس، فيبدا ايه السيستم هيكون فليكسيبل، وابدا ان انا اعرف ارول باك براحتي، ابدا ان انا ايه لو تغيير ما ظبطش معايا ارجع فيه، ما عجبش الناس اتراجع عنه بسهوله، غير لما ايه انزل بميجر ابديت او ابجريد ولا نفسي فجاه ايه مضطر ارجع فيه، مشكله كبيره يعني. كونتينرز دي كلاود نيتف، هتكلم عنها ان شاء الله كمان شويه ونشوفها عامل ان شاء الله الاسبوع اللي جاي او اللي بعده، ربنا ييسر الامر يا رب سبحانه وتعالى. كويس، لين يعني رشيقه برده.
individually deployable، ممكن ادبلوي كونتينر والتاني والتالت، كل واحد بيقدم سيرفيس بعينها، بيبقى السيستم بتاعي مجموعه من السيرفيسز دي. حلو. طبعا الكلام ده بيقدم لي سكيلابيليتي. وكلمه سكيلابيليتي معناها ايه سريعا كده؟ ان الريسورسز بتاعتي في السيستم تزيد على حسب الايه، اليوزر ريكويرمنتس اللي عندي، او على حسب عدد اليوزرز اللي عندي، يوزر نيدز اللي عندي. الـ APIs ان انا بعرف well defined reusable well managed endpoints، عايز اكونكت على سيرفيس، عايز ريكوست سيرفيس واتعامل معاها وابعت لها داتا وتبعت لي ريسبونس، فلازم اعرف endpoints بستاندرد بروتوكولز معينه بفورمات معينه للداتا عارف اتكلم معاها كويس. ده بيديني ايه؟ reusability. ان لما اعرف endpoints في الخصائص دي ابدا انا ريكوستت اكتر من مره وانتجريتد عندي اكتر من مره. طيب what and how enterprise integration، هعمله ازاي وهانتجريت ايه؟ نبدا بقى كده ايه السكوب الكبير او اللي بدانا بيه في اول المحاضره، نبدا نقلله شويه to what and how. كويس. what as in what are you integrating، هنانتجريت ايه في السوليوشنز بتاعتنا في الانتربرايز بتاعتنا؟ اولا واخرا او اولا لازم اركز على ايه؟ على الداتا. كويس. السيرفيسز بتكلم بعضها والبروسيسز وما اعرفش ايه كل ده عشان ايه؟ عشان انتجريت الداتا. كويس. ف وات ار يو انتجريتنج، كلمه واحده داتا. حلو. كل ما الداتا كبرت عندي، كل ما احتجت بيج داتا، كل ما بقى عندي مشكله. كويس. الداتا سورسز كترت قوي، بقى عندي لارج فوليومز اوف داتا موجوده باشكال مختلفه. كويس. اشكال مختلفه دي جايه لي من سورسز مختلفه، زي اي او تي، زي ترانزاكشنز على الاي كوميرس، زي كومنتس وحاجات سوشيال ميديا، زي 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 زي. حلو. فايه اللي حصل؟ اللي حصل عندي ان انا هانتجريت ازاي؟ هاو بقى، هاو ار وي انتجريتنج. كويس. زمان كنت بستخدم الاي اس بي زي ما قلت كده من شويه، انتربرايز سيرفيس بس، هاوفر هو اصلا نفسه بالنسبه لي بقى مشكله. فبالنسبه لي علشان ديبندنج على الماي داتا والسيرفيس نيدز، بقيت محتاج كومباينيشن اوف مسجنج، ابلكيشن كونكترز، داتا ستريمز، انتربرايز انتجريشن باترنز اند اي بي ايز. ما هذا؟ محتاج خمس حاجات: مسجنج، داتا ستريمز، اي اي بي، ابلكيشن كونكترز، واي بي ايز. مسجنج اقصد بيها ايه؟ عايز طريقه السيرفيسز تتكلم بيها مع بعضها، وهنتكلم ان شاء الله على الطريقه دي المحاضره الجايه. حاجه اسمها سيرفيس مش. كويس. بيراوت مسجز وذير مايكرو سيرفيسز. مايكرو سيرفيس ده معناه ايه؟ جاي حالا ان شاء الله، بس شويه صبر. فانا بتشوف السيستم بتاعي ديستريبيوتد ابلكيشن، عباره عن مجموعه من الكومبوننتس بتبعت وتستقبل مسجز اكروس ديفرنت لانجويجز كومبايلرز اوبريتنج سيستمز. حلو. المهم المسجز دي ستاندرد، تمام؟ فيقدروا يتكلموا مع بعض. الستاندرد مسجز دي محتاجه ابلكيشن كونكتورز، محتاجه حاجه على الابلكيشن او على السيرفيس بتاعتي تكونكت عليها، زي كده ما بالظبط ما عايز اكونكت الكيبل الايثرنت، فببلج الكيبل في النتورك انترفيس كارد على البي سي بتاعي. النك هو ابلكيشن كونكتور. حلو. انا لو بعت مسج بشكل معين ستاندرد، اقدر اوصل الابلكيشن بتاعي بابلكيشن تاني. حلو. فانا عندي هو اركتكتشرال اليمنت بيعرف مجموعه من الرولز ازاي الكومبوننتس هتنتراكت، وفي ستاندردز حاليا زي ريستفول مثلا. داتا ستريم، ايه الكونستنت فلو اوف انفورميشن اللي جاي لي؟ كويس. فبالتالي بضيف ايه كل شويه او بستخدم ايه كل شويه، وده بيختلف بقى من سيستم للتاني، وده جه في البيج داتا ان شاء الله قريبا. الاي اي بي ده ساينس لوحده في الحقيقة، وإن شاء الله ربنا يقدر لنا يا رب نتكلم عنه إن شاء الله. في الحقيقة عندنا يعني طموح كبير جدا الكورس ده، ربنا ييسر الأمر إن شاء الله، ونكاتش توبكس كتيرة قوي قوي إن شاء الله مع بعض، وتكون مفيدة إن شاء الله يا رب، في خصوصا اللي بتوع سنة رابعة في الانترفيوز وفي السيفيز وهكذا، وبتوع تالتة في مشروع التخرج إن شاء الله تعالى. يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن مجموعة كبيرة منكم إن شاء الله في مشروع التخرج السنة الجاية تعمل حاجات اللي بيقولها دي، مايكرو سيرفيسز واي بي ايز وحاجات بقى اوبن شيفت مثلا بتاع ريد هات ان شاء الله، واوبن ستاك وكلام من ده ان شاء الله، ويا رب بحاجات حلوه جدا جدا ان شاء الله تعالى، وتبقى يعني اجمل مشاريع ان شاء الله تعملوها السنه الجايه يا رب ان شاء الله تعالى، والسنه دي اللي شغالين السنه دي. الاي بي ايز هي مجموعه من التولز والديفينيشنز والبروتوكولز بتبني الابلكيشن. فانا لو بنيت الابلكيشن بتاعي بستاندردز معينه، يبقى انا كده عامل الابلكيشن بتاعي في صوره اي بي اي ستاندرد. خلي بالك هنا
في الكونكتورز، انا ببني الابلكيشن زي ما انا عايز وبعرف مجموعه من الرولز تكونكت عليه. هنا الابلكيشن كله مبني بطريقه ستاندردايزد. حلو، في فرق كبير ان هناك بس مش مجرد الكونكتور وانا براحتي في الابلكيشن، هنا لا. هتقول لي طب بزنس لوجيك، ولا بزنس لوجيك براحتك اللي انت عايزه فيه، بس هنا الابلكيشن كله لازم يكون فولوينج ستاندردز معين زي الريست فول اي بي ايز مثلا. كويس، لازم يكون لها ايه حاجات معينه كده، تكون ميثودز معينه تكون موجوده وكلام من ده يعني. طيب انتجريتنج ان ا كلاود نيتيف اركتكتشر. الاول تعالى نعرف يعني ايه هو الكلاود نيتيف ابلكيشن. كلاود نيتيف ابلكيشن ده از ا كولكشن اوف سمول اندبندنت and loosely coupled microservices. وبعدين جاي حالا الصبر، هي بس باختصار شديد microservices هي الطريقة لبناء السيستمز بتاعنا في صورة او السيستم بتاعنا في صورة مجموعة من السيرفيسز. كويس، بتتكلم مع بعضها ريموتلي عن طريق المسجنج. المسجنج دي قد تكون كونكتور او قد تكون السيرفيس مبنية اصلا بستاندرد، فيبقى ليها ايه API standard. حلو، طيب كلهم على سيرفر واحد؟ لا مش شرط، بعاد عن بعض عادي، بعتوا مسجز طب الكلام ده حلو ووحش؟ احنا عارفين جاي حالا ان شاء الله. فيبقى تاني الكلاود نيتيف ابلكيشن هو كولكشن اوف سمول اندبندنت، مستقل صغير. كويس، لكل سيرفيس ليها وظيفه معينه او كل مايكرو سيرفيس ليها وظيفه معينه. سمول اندبندنت، مستقله بالداتا بتاعتها بالستيت بتاعتها، لو سيرفيس تانيه نايمه هي دي صحيه مش مشكله، سيرفيس التالته مش عارف بتكونكت او بيزي ماليش دعوه وهكذا. and loosely coupled، بعاد عن بعض، بيتكلم عن طريق messages. microservices deployed in Linux containers. وبعدين طب سريعا كده، اعتبر ان الكونتينر حتى الان، وده كلام غلط بس اعتبر لغايه دلوقتي كده معلش، ان الكونتينر دي virtual machine خفيفه قوي وسريعه قوي. الكلام ده غلط مش صح، بس ايه افهمها كده دلوقتي والفهم ده هينفعنا قدام ان شاء الله كمان شويه. الكونتينر ده فيرتشوال ماشين، الفيرتشوال ماشين دي مخصوصه لكل مين؟ لكل مايكرو سيرفيس. يعني السيستم بتاعي كله مش على فيرتشوال ماشين واحده، انا عندي ديفرنت كونتينرز، كل كونتينر بيشيل كل مايكرو سيرفيس على كونتينر، او المايكرو سيرفيس ريبليكيتد على اكثر من كونتينر. كويس، فالمايكرو سيرفيس ديبلويد على كونتينر او مايكرو سيرفيس ديبلويد على اكتر من كونتينر، قد تكون بريبليكيشن وقد تكون ايه هي نفسها بتحتاج اكتر من كونتينر، يعني قد تكون اكتر من مايكرو سيرفيس جوا بعض، كومبلكس مايكرو سيرفيس يعني. حلو، فهي ديبلويد على فيرتشوال ماشين لكل سيرفيس. حلو، اند كونكتد ثرو اي بي ايز اور مسجنج. وكلمه هنا الفرق بين الاي بي ايز والمسجنج، ان الاي بي ايز تستخدم الستاندردز، المسجنج سبيشال بقى وسبيسيفيك لكل ايه لكل مايكرو سيرفيس. طيب كل سيرفيس بالمايكرو سيرفيسز دول امبلمنتس بزنس كابابيليتي، بتعمل وظيفه معينه. اقدر اعمل مايكرو سيرفيس اشتري حاجه، اقدر اعمل مايكرو سيرفيس اطلب عربيه، اقدر اعمل مايكرو سيرفيس مش عارف ايه. حلو، وكل مايكرو سيرفيس ديفلوبد باي سمول تيم، بيستخدم الورك فلو ديف اوبس كامل من اول ما يكتب الكود لحد الديبلويمنت. فما عادش بقى ايه انا هبلد هكتب الكود اسف هديفلوب ودي لحد يعمل مش عارف الانتجريشن وحد يعمل الديبلويمنت، لا خالص. نقسم الشغل لكل حد مسؤول عن السايكل بتاعته كامله، بس مسؤول عن ايه؟ عن سيرفيس صغيره يعني. حلو، فديس الاو سيرفيسز تو بي بيلد كويكلي ديبلويد اوتوماتيكلي اند ابديتد ريجولارلي. حلو، ما عادش بقى ايه ووتر فول ديفلوبمنت سايكلز، انا اسف القصه دي انتهت. ولو سمحت لو حضرتك بتبدا تدور على شغل او هتعمل حاجه في مشروع تخرجك بعد اذنك خد فكره الدنيا فيها ايه، لان الوضع اختلف كتير جدا عن زمان. الكلاود نيتيف ابلكيشنز، وسبحان من علمنا الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. كلاود نيتيف ابلكيشنز مصممه ان هي تعمل ايه؟ ديليفر بزنس فاليو. زي ما قلنا سريعا كده، عايز اعمل انكوربريت يوزر فيدباك فور كونتينوس امبروفمنت، الحق ده اليوزر نزلت لهم الحكايه دي ما ارتاحوش معاها، طب هنعمل ايه لغيرها، طب الحق ما اعرفش ايه. حلو، فبالتالي الديفلوبمنت بقى سريع جدا والدليفري بقى سريع، وده اداي ادى اليوزرز هاي اكسبيرينس، يعني اداهم تجربه كويسه جدا مع السيستمز بتاعتنا وهكذا. طيب طيب ننتقل على جزء تاني، هو طبعا جاي ان شاء الله لوحده بعد كده، بس ايه البيج داتا؟ سريعا البيج داتا هي داتا that is either too large or too complex. يعني هل لازم تكون الداتا too large؟ لا مش شرط، بس قد تكون ايه too complex.
والكومبلكستي هنا جايه من 3 فيز. هتلاقي بقى حد يقول لك 4 فيز و5 فيز، لو انت عايز خليهم ايه 7 فيز مش مشكله، 8 فيز عادي، يعني ايه الوضع بقى غريب جدا، كل شركه عامله الفيز بتاعتها يعني. بس طبعا هم اشهر ثلاثه اللي هم الاصل اللي بدانا بيهم من زمان من حوالي 4 5 سنين، يعني فوليوم فرايتي فيلوسيتي. فوليوم كميه الداتا، فرايتي تنوع في الفورماتس اوف داتا جاي من سنسورز ومن اكسل شيتس ومن صور ومن داتابيزز انه سيكول وسيكول، وفيلوسيتي والسرعه اللي ايه اللي جايه بيها الداتا يعني. طيب الداتا فاليبل، بس للاسف فاليبل لو انا قدرت احميها واعمل لها بروسيسنج وافهمها واتعامل على اساسها. لو انا قعدت احميها وابروسس الداتا على قد محور صغير ما استفدتش منها. الهدف الرئيسي من البيج داتا ان يبقى عندي تكنيك او طريقه او تكنولوجي طبعا، يعني ان اوفر ريال تايم انفورميشن استخدمها تو امبروف البيزنس بتاعي. ريال تايم انفورميشن ده هدف رئيسي، عشان كده موضوع الاباتشي كافكا ده قلب الدنيا. يعني حاجه ايه كنت عايز اتعلم داتا ساينس، لا مش داتا ساينس، داتا انجينيرنج، اتعلم اباتشي كافكا، يعني ايه حاجه كومبوننت مهم جدا جدا يعني. هدوب ممكن كله يموت ويفضل منه مثلا حاجات زي كافكا كده وحاجات تانية بتكلم عنها ان شاء الله في الكورس بتاعنا يعني. طبعا ده رأي شخصي، هدوب يموت ده حاجه مش حاجه تحصل يعني، مش شرط تحصل وقد تحصل. طيب ايه الاشكال اللي عندي؟ الاشكال اللي عندي ان انا ما اقدرش اطبق الالجوريزمز بتاعتي واعمل ري انجينيرنج للديتا في مكانها الاصلي في التخزين بتاعها، اللي محتاجها برده في الاوفر اوبريشنز وفور البيزنس وفور الكلام من ده يعني. وده كان دايما سؤال بنساله في كورس الاي او تي، اسف كورس البيج داتا بتاع اي بي ام. كويس الانستراكتور دايما اللي جالنا ربنا يجزيهم عنا خير جميعا يعني ويبارك فيهم. الداتا دي كوبي ولا ده الاصل؟ ده كوبي. طب الكوبي ده ما هياخد وقت علشان يجي اصلا، طب ده يبطئ الدنيا او احنا عارفين. طب ايه الحل؟ الريال تايم. الريال تايم يعني ايه؟ انا كتبت الداتا على طول في البيزنس بتاعي، الداتا اللي هي في معلوم البيزنس، وجمعتها في حاجه اسمها داتا داتا ليك. جاي حل ان شاء الله. الاول بس سريعا سجلت سلايد معلش. البيج داتا اناليتكس هو ده تيرم مصطلح، يعني ان انا ابروسس العمليه ان ناخد الرو داتا او الدارك داتا. الدارك داتا انا مش عارف ايه اللي جواها، مش فاهمها قوي يعني، واحولها انتو سمثينج كويس اقدر افهمه واستخدمه. فالدارك داتا هي داتا في الاورجانيزيشنز بتجمعها ديورنج النورمال بزنس اكتيفيتيز بتاعتها في الوقت العادي بتاعها، بيع شراء لوجز استخدام الويب سايت ايا كان، واخزنها واعملها سكيورنج وهكذا. هاويفر انا مش فاهمها حلو. هي جواها فاليبل انسايتس ممكن حاجات تفيدني جدا، باترنز الاستخدام وهكذا. فالبيج داتا انسايتس بقى العمليه ان انا ايه اقدر افهم بيها الداتا دي. الهدف الرئيسي ان انا ازود ريفينيو او افهم اليوزرز بتوع، يبقى عندي فرص للربح وهكذا يعني. بسم الله. طيب يا رب ييسر. طيب الداتا ليك بقى هو المخزن بتاعي اللي جمعت فيه نير اكزاكت. يعني ايه نير اكزاكت؟ ما هو انا طبيعي باخد كوبي من الداتا، فالكوبينج ده بيبقى متاخر برضو. فانا هل لازم اوقف الاناليسز بتاعي او الانسايتس بتاعتي لحد ما الداتا تكمل؟ على حسب، اب تو يو. بس هي نير اكزاكت تمشي او اكزاكت كوبيز من الداتا ان ا سنجل لوكيشن، وابدا بقى اطحن في الداتا دي واقعد بقى اجرب عليها واغير ومش عارف ايه وبتاع وكلام من ده. طب ممتاز حلو. طيب الداتا دي هتاثر على الاصل؟ لا، دي اندبندنت اوف اني اوف ذا سيستم اوف ذا اوف ا ريكورد. كويس. طيب مهمه عندي؟ مهمه تمام، وبتفيدني؟ بتفيدني طبعا. طيب قعدت اجرب عليها لحد ما باظت، بقى اسمها ايه؟ داتا سوامب. حلو. طول ما انا بحافظ عليها اسمها داتا ليك، بحيث ان غيري يشتغل عليها، ما انا مش شرط ايه اخلص عليها لوحدي يعني. كويس. بس باظت مني خلاص، بقى اسمها ايه؟ داتا سوامب. حلو. ما بقتش بقى مينتيند وبيكيم جانك وان اكسسبل وكده، بقى اسمها داتا سوامب، بقت يوزليس. كويس. فابدا بقى ايه ارميها واعمل بقى ايه داتا ليك جديده اشتغل عليها. طب ممكن اعمل اكتر من داتا ليك؟ ممكن، لكن القصه دي مالها؟ مرهقه. عشان اقدر عشان اعمل اكتر من داتا ليك الكلام ده صعب جدا، عشان اكوبي كل الداتا من كل الاماكن بفورماتس مختلفه و الموضوع ده صعب. فالحل ان اعمل ايه؟ الحل ان اعمل مالتي تيننسي. نعم، واعمل كمان حاجه اسمها مالتي تيننسي ايزوليشن. الاول ايه كلمه مالتي تيننسي؟ مالتي تيننت ان بقدم الابلكيشن بتاعي لأكتر من حد يستخدمه بتكنيكس معينة من غير هو ما يحس، فيحس إنه بيستخدمه لوحده. تاني، المالتي تيننسي ده كونسبت، إني بقدم الأبليكيشن بتاعي لأكتر من حد بحيث إنه هو بيستخدمه، هو حاسس إنه مستخدمه لوحده
من غير ما يحس ان في حد شيرنج ات معاه. اكزامبل، هل انا ولا دي قلت انا يعني اصطفى فاضي يا رب، بس ما حبيتش اكزامبل بحضرتك يعني، هل انا ليا لوحدي سيرفر على جوجل دوكس عليه حاجتي؟ طبعا مستحيل. كويس، امال ايه اللي حاصل؟ انا شيرنج مع ناس كتير، بس انا بدخل على الحاجه كاني صاحب السيرفر لوحدي. حلو. طيب ناخد بقى اكزامبل تاني اقرب بقى للي بتكلم عنه دلوقتي. حضرتك عامل ابلكيشن من نوع اي ليرنينج، ليرنينج مانجمنت سيستم. حلو، فانت عامل ليرنينج مانجمنت سيستم، انت مش عايز تديه للشركه تعملها ديبلوي للمؤسسه التعليميه يعني الكليه او جامعه او المدرسه او كده تعملها ديبلويمنت عندها. امال حضرتك عايز ايه؟ حضرتك عايز يستخدموه على الكلاود عند حضرتك. تمام. طيب فدلوقتي انا بقت عندي الانستراكتورز من المدرسه بقوا انستراكتورز في السيستم، والستودنتس ستودنتس في السيستم، وعندي الانستراكتورز من الكليه انستراكتورز في السيستم، والستودنتس من الكليه ستودنتس فين؟ في السيستم عندي. ممتاز. طيب لو انا عملت لوج ان كمثلا ادمنستريتور للمدرسه، مش انا بقى كهيثم، انا كادمنستريتور على في المدرسه، عايز اشوف بقى الانستراكتورز والستودنتس اللي عندي. فاحد الحاجات ان انا كهيثم بقى وانا كاتب السيستم ده برن الكويري، هقول سيلكت اول اذر فروم الانستراكتورز يونيون الستودنتس وير انستراكتور اي دي بيساوي الادمن اي دي، اس مش اي دي، انستراكتور انستتيوشن اي دي بيساوي الادمن انستتيوشن اي دي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مزود على كل انتيتي عندي كولم كده مخبيه. حلو، ده الانستتيوشن بتاعته. فلو انا بعمل اوبريشن على الاورجنايزيشن اللي هو جاي منها، انا شاغل بالي بايه؟ شاغل بالي بقصه هو جاي منين، بس هجيب له حاجته هو لوحده. دي طريقه، في طرق تانية كتير يعني. فالمهم ان الداتا ليكس كويس ما حلتش اشكاليه المالتي تيننسي. امال ايه الحل بتاعها؟ ان انا بستخدم فول كوبي اوف الداتا. طبعا مستحيل اعمل فول كوبي اوف الداتا افري سنجل تايم، كل حد عايز يشتغل عليها. فانا بعمل ايه؟ بكتب سكريبت بيكوبي الداتا دي ويخليهم كلهم يشتغلوا عليها، تمام، ككوبيز وذين كونتينرز. حلو، فبالتالي بقت الداتا فيرتشوالايزد. كويس، او داتا اناليتكس تول بقت فيرتشوالايزد، فبترن على الداتا من غير ما يحصل عندي ايه اوفرلود يعني. وده جاي ان شاء الله معانا قدام شويه. طيب المهم ان الاي تي تشالنجز اوف بيج داتا كبير جدا جدا في اللود طبعا وفي السرعه وفي الحاجات دي. تو كونسبت سريعا كده، داتا ساينتست دي جوب مطلوبه جدا جدا، ده حد بيانلايز الداتا فور انسايتس، حد بيقعد بيكتب الجوريزمز وبيفهمها كويس ويرن ستاتستكس حلو قوي على الداتا وكلام من ده يعني. داتا انجينير ده حد الباك جراوند بتاعته مش ستاتستكس خالص، ده حد بيايدنتيفاي بيأسمبل وبيمانج التولز الهدوب بقى والاباتشي مش عارف ايه كافكا والفلينك والفلم والحاجات دي كلها، ويبدا بيعمل حاجه اللي اسمها قلنا عليها من شويه الانفورميشن فيوجن، يجمع الحاجات دي مع بعضها ويقدم الكلام ده للداتا ساينتست يشتغل عليه. طيب قبل ما تبدا تقدم حل هدوب بقى ولا مش هدوب ولا مش عارف ولا كلاودرا بقى، قبل ما تقفل زمان هورتنوركس دلوقتي مش قفلتش يعني، هورتنوركس اشتروها. حلو، وهكذا نبدا بقى نسال، هل الداتا سورس بتاعي ريلايبل يمكن الاعتماد عليه؟ هل عندي وان فيرجن اوف ذا تروث ولا عندي اكتر من فيرجن اوف ذا تروث؟ يعني ايه؟ يعني ديوزرز وصلوا الطريقه ان هم يبوظوا في الداتا اللي عندي وبداوا يدخلوا، اقول له الفيلد ريكوايرد يدخل لي سبيس مثلا. كويس، وهكذا. هل انا عندي كاباسيتي تكفي الكلام ده اصلا ولا محتاج هاردوير يزيد؟ هل الاركيتكتشر بتاعي بيفولف مع الداتا اللي حصلها زياده وهكذا ولا لا؟ هل اقدر استفيد من الكلاود بتاعي ولا لا؟ سكيورتي اللي عندي ايه؟ فابدا اسال نفسي ثلاث اسئله بثلاث معايير. الاستورج ابدا اختار الاستورج المناسب ليا، والاستورج الدنيا اتطورت قوي كويس، الاس اس دي تمام بستخدم في تير 1 غالبا، ما عادش بقى الميكانيكال طبعا شبه مش موجود يعني، بقى في الـ في الـ في الـ في الاركايف مش هقول لك في الباك اب حتى.
كويس طبعا على حسب الابلكيشنز بتاعتي يعني كويس. وبقت الفلاش ستورج بقت حاجه عاديه جدا جدا. لو حابب تشوف القصه دي والسرعات اللي وصلوا لها اكتب بس ديل اي ام سي فلاش ستورج، هتلاقي حاجات الله المستعان يعني. والهايبريد كلاود انا بكونكت بقى تو كلاودز. وكلمه تو كلاودز ليه؟ لان في الاغلب انا بحتاج حاجه كلاود انترنال عندي وكلاود اكسترنال، برايفت وبابليك كلاود. ده اللي حاصل ان الناس بقت بتعملها ازاي، حاجات للناس وهقدمها للفور يوزرز ومفيش مشكله لو اصلا حصل عليها مشاكل وبتاع هتحطها على بابليك كلاود. الحاجات بتاعتي انا لا تحط لي بقى ايه انترنال يعني. والكونتينرز، كلمه كونتينرز دي جايه حالا ان شاء الله تعالى، ازاي اقدر اعمل ايزوليشن للابلكيشنز بتاعتي. طيب الفور تايبس اوف داتا اناليتكس دي حته كده سلايد بحس ان هي مهمه قوي يعني. هم اربع انواع: ديسكريبتيف، دايجنوستيك، بريدكتيف، بريسكريبتيف. ديسكريبتيف ده كاند ريبورتس، ريبورتس معينه بكويريز معروفه جدا، بران الكويريز دي افهم منها وات هابند. اد هوك ريبورتنج ابدا بقى ايه وير كذا بيساوي كذا اند كذا بيساوي كذا، ابدا بقى ايه اعرف هاو ميني وين اند وير، وابدا ايه ارن كويري بتاعتي انا بالارجيومنتس بتاعتي يعني او بالفاليوز بتاعتي انا اللي عايز ابص عليها. طيب ابدا شويه في الدايجنوستكس، ابدا بعرف ايه ليه ده حصل، ابدا بقى ايه بالكويريز برضو بس ايه ابدا اجوين ويونيون وابدا كده ايه اقعد بقى قعد حد بيعرف يكتب كويريز يقعد بقى ايه يرن الكلام ده يعني. حلو. طيب وابدا بقى ايه بعدها شويه بقى لو حصل عندي مشكله معينه او تشالنج معينه ابدا ايه طب اشوف الحل بتاعه ده فين. طيب ده في الباست، حاجات اللي حصلت قبل كده عندي. طب عايز بقى استخدم الباست ده تو بريدكت ذا فيوتشر، ابدا ايه احاول اظبط الدنيا يعني احسن قدام شويه، فده استخدم بقى الاستاتستكس الاحصاء عشان افهم الباترن بتاع اليوسج، سواء اليوزرز اللي عندي لليوزرز او كاستمرز للسبلايرز للنيدز اللي بتحصل ايا كان. حلو. وابدا بحاجه معينه مودلز معينه كده زي ريجريشن اناليسز مثلا، ابدا ايه ابريدكت ده والله احنا نقدر مثلا نقول ان الارتباط بين الفاريبل ده والفاليو دي قد كده، فلو ده زاد ده هيزيد. كويس. طيب في الراندوم تيستنج ابدا بقى ايه فده البريسكريبتيف اوصف بسيستم بتاعي. طب لو انا غيرت وات اف، كويس. طب لو انا خليت ده بكده اللي يحصل. طيب في المرحله بقى الاخيره، كويس، ايه بقى احسن اكشن من الوات افز اللي ايه اللي كانت عندي دي. السلايد دي حلوه يعني، انا حاسس انها بفضل الله يعني ربنا يجزي خير اللي اداها لنا الباشمهندس اسلام عبد الله من الاي بي ام، كويس مشكوره عليها. وكان معايا المهندس اسلام حفناوي، ونشكرهم الاثنين في الحقيقه على الكورس الجميل الرائع بتاع الاي او تي اللي ادوه لنا في الحقيقه، ونحاول ان شاء الله نبروفايد قريبا يعني ان شاء الله تعالى مع حضراتكم. طيب احد الكورسز اللي لازم نبص عليها ان شاء الله في الشغل بتاعنا الاتش سي اي بتاع البيج داتا كورس ده، ايه هنتكلم عنه ليه بحب ده عن كورسز تانية، لانه في الحقيقه بيفولو الاوبن ستاندرد اوبن سورس تول فقط، مش بيقدم تولز من عنده يعني. ده اليو ار ال الكورس لو حابب تتعرف عليه اكتر وتجوين عليه على الاي ليرنينج فور فري، يو كان كريت اكونت هنا وتجوين الكورس فيديوهات وتذاكره لحد ما نبدا ايه ناخده ان شاء الله يعني. طيب اندرستاندينج كلاودز، نرجع بقى للكلاود تاني وموضوعنا الرئيسي في محاضرة النهاردة. الكلاود هدفها ايه؟ sharing resources through hardwired connection بسرعة. كويس؟ اسف معلش اعتذر. ان sharing resources through hardwired connection بسرعة ده being replaced. انا عايز اغير القصة دي خالص، مش عايز بعمل اصلا hardwired connections بين services وبعضها. امال انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز provide infrastructure services platforms and applications on demand. يعني ايه الكلام ده؟ عايز يبقى عندي امكانيه ان لما احتاج سيرفرز كامله تقوم علشان يرن عليها applications تقوم تبقى عندي موجوده عندي. كويس، ربنا يستر الحال علشان خاطر ايه الحق اللود اللي عندي ده. مش كده وبس، انا عايز اقوم السيرفر، then بعد ما اقوم السيرفر اقوم عليه بلاتفورم. بلاتفورم يعني ايه؟ اوبريتنج سيستم معين ب application environment. عايز اعمل مثلا جافا انتربرايز ابلكيشن J2EE، كويس، او جاكرتا بقى دلوقتي ايه يعني ايا كان. فعايز بقى اقوم سيرفر حديد يشتغل تمام، وبعدين اقوم عليه بلاتفورم اوبريتنج سيستم لينكس مثلا عليه جي 2 اي عليه توم كات سيرفر، توم كات سيرفر ده جنبه مثلا ماي سيكوال انستولد، وابدا الابلكيشن بتاعي ران بقى نسخه عليه. حلو. الكلام ده اكروس نتوركس، مش على مش حاجه في لوكال، مش حاجه في مكان واحد. فالكلاود هو بالنسبه للتعريفات دي مهمه قوي حاجه يعني، اللهم لك الحمد بجد، الحمد لله وشكرا فعلا ان يعني ربنا كرم، وتعريفات زي دي بتبقى واضحه ان شاء الله يا رب يعني.
الكلاودز هي اي تي انفايرمنتس، يعني قدروا عليها داتا سنترز بس بقت مختلفه شويه. كويس، في الكلاودز اي تي انفايرمنتس بتابستراكت بتجرد مجموعه بول من السكيلبل ريسورسز على النتورك. ده الكلاود، كلمه كلاود من غير كومبيوتنج، كلمه كلاود لوحدها كويس تمام هي عباره عن اي تي انفايرمنتس بتجمع بول من الشيربل سكيلبل ريسورسز على شبكه. حلو، الكلاودز يوجوالي كرييتد تو انيبل كلاود كومبيوتنج. الجمله دي مهمه جدا، clouds are usually created to enable cloud computing. فتبقى الكلاودز حلو، وبالمناسبه neither clouds nor cloud computing are technologies. الكلاود زي ما قلنا هو IT environment، cloud computing هو function of running workload على الكلاود. كويس، وبالمناسبه احد التصورات يعني عند اغلب الكلاود computing providers ان هو metering اصلا، زي حاسب الناس على الايه، على السيرفيس اللي بترن على الكلاود. حلو، تكنولوجيز هي حاجات بقى سوفت وير والهارد وير اللي بيستخدم تو بيلد اند يوز مين الكلاود. فالكلاود مش تكنولوجي. ولو عايز يعني نخلص من القصه دي سريعا عشان نصح نوضح الامر ان شاء الله، الفيرتشواليزيشن از ذا مين تكنولوجي ذات انيبلد الكلاود. كويس، كومبيوتنج، الفيرتشواليزيشن از ذا مين تكنولوجي ذات انيبلد كلاود كومبيوتنج. كلاود كومبيوتنج رانز اوفر مين، اوفر الكلاودز. الكلاودز في الاغلب هي زي ما هي، ما نغيرش فيها كتير يعني، ان هي الايه الاي تي ريسورسز وهكذا. طيب طبعا التعريفات اللي ايه كلنا حافظينها كويس يعني، يهمني بس هنا الجديد عندي المالتي كلاود. مالتي كلاود ان عندي اكتر من وان كلاود. كويس، بابليك بقى مع بابليك، برايفت مع برايفت، ايا كان يعني، بس هو ايه ان المالتي كلاود اكتر من كلاود مع بعض. في الاغلب انا اسف، في الاغلب هيكون بابليك إيه او برايفت مع بعض، لان دول النوعين اللي ايه اللي ممكن يتكلموا مع بعض يعني. طب ايه الفرق بين الهايبريد كلاود والمالتي كلاود؟ الهايبريد كلاود، الهايبريد كلاود من مالتي كلاود انفايرمنتس with some degree of workload portability orchestration. هو مبني اصلا ليه؟ عشان اعمل اوفلودنج. كويس، من وان كلاود على التاني. ده لا، ده may or may not be networked together. تمام، ده الشركه عندي فيها الاثنين دول كويس، بابليك او برايفت، بس ممكن يكونوا مش واصلين اصلا مع بعض. بحتاجهم ليه؟ ده له بزنس وده له بزنس، ده له ريكويرمنتس وده له ريكويرمنتس، انما دول لا بيشتغلوا ايه مع بعض حاجه واحده. ده الفرق الرئيسي بين الاثنين يعني. ده مش شرط يكونوا واصلين مع بعض، دول لازم يكونوا واصلين مع بعض، بيوفلود الاثنين ايه، بيوفلود شغل من حد للتاني يعني. طيب ازاي ببني الكلاود بتاعي؟ في الحقيقه مفيش طريقه معينه ابني بيها كلاود يعني، مفيش كتالوج كده مش عليه ابني بيه الكلاود. حلو، في بعض الاوبن سورس ستاندردز كويس، في بعض الاوبن اوبريتنج سيستمز مشهوره زي لينكس فور بيلدينج ذا كلاود، بات كلاود انفراستراكشر ممكن يبقى حاجات جوه حاجات كتير جدا، بير ميتال سيرفرز حديد، فيرتشواليزيشن او كونتينرز. حلو، بتجمع ريسورسز مع بعض وهكذا. طيب امتى اقول انا عندي كلاود؟ اقول انا عندي كلاود لو انا قدرت اعمل اكسس من اذر كمبيوترز على النتورك على ريبوزيتوري اوف اي تي ريسورسز، واقدر اعمل بروفيجن، اقدر اطلب منه ريسورس ويجيبه لي ايه كويكلي، واقدر اعمل سكيل الكلام ده بسرعه. طيب الكلاود سيرفيسز، وفي الحقيقه انا مختلف مع ريد هات في التسميه دي، طبعا مختلف مع ريد هات يعني دي حاجه كبيره قوي يعني، بس ايه انا شايف ان دول كلاود ديبلويمنت مودلز. كويس، انا اسف لا الكلام ده صح. كويس، الكلام ده صح، deployment models جاي كمان شويه ان شاء الله، مش لازم اختلف قوي يعني. الكلاود، اعتذر مره تانية، الكلاود سيرفيسز انفراستراكشر از ا سيرفيس، ده بيديليفر كلاود ريسورسز، كومبيوت، ستورج، نتورك، حاجات ايه، حاجات فيزيكال يعني. كويس، البلاتفورم از ا سيرفيس، ده بيديليفر ابلكيشن سوفت وير بروجرام. السوفت وير از سيرفيس حاجه سوفت وير جاهز استخدمه يعني. وفي بقى كذا فيجر بقى جاي في الكورس بتاع الهواوي بتاع كلاود ان شاء الله، نبقى نبص عليه بالتفصيل يعني. اشهر كلاود بروفايدرز هم دول طبعا، معهم هواوي المفروض يعني، بس ايه علي بابا في الحقيقه اشهر منه في الصين بالمناسبه. هم ما اعرفش علي بابا اصلا عنده التكنولوجي بتاعته ولا لا، ده ممكن نبقى نبص عليها يعني، ولو بيستخدم هواوي انترنالي ما اعرفش. المهم ان احنا نقدر نبلد برايفت كلاود على الاور اون بري باكجد كلاود انفراستراكشر، بيستخدم حاجه اسمها اوبن ستاك. اوبن ستاك ده بيقدم انفراستراكشر از ا سيرفيس، في حاجه ثانيه بتقدم البلاتفورم. لو انا عايز بقى اعمل هايبريد كلاود، فالهايبريد كلاود ده هيحتاج مني بورتابيليتي
واوركستريشن ومانجمنت. اوركستريشن يعني ايه؟ ان عندي سيستم بيرن ابلكيشنز على تو ديفرنت كلاودز، كويس، فلازم يبقى عندي طريقه اتكلموا بيها مع بعض، اي بي ايز وفي بي انز، النتورك بينهم وبين بعض برايفت يعني، كويس. جوجل كلاود بتقدم حاجه اسمها ديديكيتد انتر كونكت فور في بي ان بتوين الهايبريد كلاود، لو انا عندي حاجه على البابليك وحاجه على البرايفت عندي. امازون بتقدم دايركت كونكت، مايكروسوفت ايجر اكسبريس راوت، اوبن ستاك بتقدم بابليك، اوبن ستاك بابليك كلاود باسبورت. طيب كرييتنج الهايبريد كلاود سمبلي اسهل طريقه ان انا ارن نفس الاوبريتنج سيستم على الاثنين كلاودز، على البابليك والبرايفت، فبالتالي بقت القصه ايه؟ اسهل جدا يعني. طبعا مش ده اللي بيحصل في الاغلب، وفي الاغلب انا بضطر ايه ارن تو ديفرنت اوبريتنج سيستمز، فبالتالي بضطر بقى ايه انتجريت بينهم وبين بعض. في تو كورسز مشهورين قوي لريد هات، اوبن ستاك ادمنستريشن 1، ده بيعلمنا بيساعدنا ازاي نبني انفراستراكشر از ا سيرفيس باستخدام اوبن ستاك، ده اوبن سورس تول مش شرط من ريد هات يعني، بس هي ليها ديستريبيوشن فيه مش بطال. والكورس الثاني ده بيبني باس بلاتفورم از ا سيرفيس باستخدام حاجه اسمها اوبن شيفت، ده بيزد على كونتينرز وكوبرنيتيز، وهنحاول نوصل ان شاء الله الترم ده ان شاء الله تعالى، ربنا ييسر الامر يا رب ييسر. طيب طبعا هناخد ان شاء الله كورس الكلاود كومبيوتنج في الحقيقه، وده هحط لكم الاي ار الز بتاعته في النوتس تحت، ممكن تجوين عليه برده من دلوقتي وتبدا ايه تذاكر الفيديوز وكده. كورس الكلاود سيرفيس ده في الحقيقه دي الكلمه اللي كنت معترض عليها، ان الكلاود سيرفيس اللي ريد هات بتقوله ده الصح، اللي هي الاي اس والبي اس والساس، لكن في الحقيقه اغلب اللي اشتهر ان الناس بتقول كلاود سيرفيس على ايه؟ على مجموعه السيرفيسز اللي الناس بتقدمها ككلاود بروفايدرز علشان يبيعها جاهزه. ف هنمشي مع السلايدز ان دي غلط، مع ان ده مشهور جدا جدا، ان الكلاود سيرفيسز اللي هي الحاجات اللي ايه الاستيك لود بالانسنج والاي باي جيت واي اوتو سكيلنج والحاجات اللي ايه والستورج وكلام من ده يعني، كويس. لكن خلينا نمشي مع السلايدز ان ايه ان السيرفيسز اللي هي الاي اس والباس والساس، مع ان حالا ان شاء الله تيجي سلايد ايه تقرر الموضوع ده، بس ما علينا لما تيجي وقتها ان شاء الله. طيب مايكرو سيرفيسز مايكرو سيرفيسز مايكرو سيرفيسز يعني ايه مايكرو سيرفيسز؟ وده جزء كور في الكورس بتاعنا ان شاء الله تعالى. مايكرو سيرفيسز هي الطريقه الاول، الطريقه التقليديه لبناء الابلكيشن زي ما قلنا كانت مونوليثيك. مونوليثيك يعني ايه؟ بحط البارتس كلها ديبلويبل بارتس مع بعض، كويس، وذين ا سنجل اب. القصه دي ليها ميزه وليها عيب. الميزه اللي فيها ان او ليها عيبين يعني، طبعا الميزه اللي فيها انها سهله جدا، والابلكيشنز الحاجه كلها عندي والداتا بتاعتي والبيزنس لوجيك بتاعي، والاغير بقى في الفايل ده واكلم ده على طول مباشر ايه على نفس السيرفر من نفس اصل الابلكيشن يعني. هاويفر لما الابلكيشن كبرت بقى صعب جدا اد نيو فيتشرز، بقى صعب ادرس اصلا البروبلمز اللي على الابلكيشن بتاعي، كويس، فبقيت محتاج طريقه ثانيه. الطريقه الثانيه اللي هي ايه حاليا هي المايكرو سيرفيسز، لكن قبلها كان في شويه حاجات كده مايكرو سيرفيسز ولازم نتعلم كده مع بعض، ان مفيش حاجه بتيجي ناجحه كده من ايه من اول مره، بيكون في قبلها مراحل كتير قوي، بس بيكون ليها اسم تاني غير الايه اللي ناجح يعني، ودي حاجه ماركتنج معروف في الشركات الكبيره. مايكرو سيرفيسز هي اركيتكتشر، هي طريقه اند ابروتش تو رايتنج سوفت وير، كويس. اركيتكتشر يعني وصف توصيفه، اقدر اقول الاركيتكتشر هي الكومبوننتس اللي بتكون السيستم والعلاقات اللي بين الكومبوننتس دي وبعضها، كويس. فهي هي اركيتكتشر كومبوننتس والعلاقات اللي بينها، وابروتش طريقه فور اي تو رايتنج سوفت وير. وذ مايكرو سيرفيسز ابلكيشنز بكسر ابلكيشن انتو دير سمولست كومبوننتس، اصغر كومبوننتس ممكن، كويس، بس اصغر كومبوننتس ممكن مش اصغر كومبوننتس ينفع. كلمه ممكنه هنا معناها ان ايه ميك سنس برضو يعني، هتكلم عن القصه دي حالا ان شاء الله. break down the system into their smallest components independent from each other. والindependency ده مهم، كويس، ان تكون كل مايكرو سيرفيس مستقله بذاتها، بدل ما ابني الابلكيشن بتاعي على بعضه حته كبيره واحده، لا انا هكسره انتو كومبوننتس، كويس، وهسميها مايكرو سيرفيس، كل واحده اسميها من دول ايه مايكرو سيرفيس. القصه دي بتعلمني حاجه اسمها الجرانيولاريتي، اكسر لحد فين، دي مشكله اصلا، ودي مشكله صعبه جدا في الاركتكتشر بتاعنا ده يعني، ما حدش قادر يقول لك السيرفيس تكون الليفل بتاعها قد كذا، لا خالص مفيش حاجه اسمها كده اصلا. فالمفروض انها تكون لايت ويت وهكذا. طيب اعتذر، مايكرو سيرفيسز زي ما قلنا اركتكتشرال ابروتش ببني بيه الابلكيشنز، كويس، ديستريبيوتد متوزع على اكتر من سيرفر، لوزلي كابلد، وبالمناسبه كلمه ديستريبيوتد غير كلمه
ديسنترلايزد، بس مش موضوعنا خالص ده، هنتكلم عنه ان شاء الله في محاضرة تانية برضه قريبا ان شاء الله تعالى. ربنا يعيننا سبحانه وتعالى يا رب يا رب، لا حول ولا قوة الا بالله. طيب وايه هدف القصه دي؟ ايه من اهدافها؟ ان يبقى عندي اكتر من تيم بيستخدم بيبني، كل تيم بيبني سيرفيس بعينها، فيبقى التيمز ايه مستقله عن بعضها، وده السيستم بتاعي يكون اسرع في الديبلويمنت وكده. ايه اللي بيفرق المايكرو سيرفيسز عن اي حاجه عاديه؟ ان هو ازاي بيكسر الابلكيشن انتو سيرفيسز كويس، او انتو الكور فانكشنز بتاعته، كل كور فانكشن بسميها سيرفيس، وببدا ابني كل سيرفيس من دول مستقله عن التانيين خالص كويس، من غير ما اثر على حاجه تانية يعني. وابدا اعمل بقى ايه لكل واحده منهم الاتريشن بتاعتها، زي ايه؟ زي المنظر ده كده. كان زمان الابلكيشن بتاعي كله مونوليثك، كله في حته واحده، اليو اي، البيزنس لوجيك، داتا لاكسس لاير، وده بالمناسبه ام في سي، يعني ده لو ركزنا فيه شويه كده هتلاقي ايه الموديل والفيو والكنترولر، ادي الام وادي الفي وادي السي، فالام في سي مونوليثك، عشان ما يسمحش يقعد ايه يحيرنا مع اقول لك لا ده مش عارف ايه، لا طبعا كويس. انما المايكرو سيرفيس لا، قصه مختلفه خالص، انا هطلع كل سيرفيس لوحدها بالديتا بتاعتها، ودي حاجه اسمها داتا سوفيرجينيتي، لازم تكون الداتا كونتيند جوه المايكرو سيرفيس، وقد المايكرو سيرفيس تكلم مايكرو سيرفيسز ثانيه حلو، وقد تكون الايه اليو اي بيكلم مايكرو سيرفيس، ومش شرط قد يكون اللي بيتكلم مباشر. فتعالى على سبيل المثال نشوف مثلا اكزامبل كده، اي حد مننا هو بيفيزيت امازون مثلا، فاكيد هو شاف بعض الريكومنديشنز حلو، الريكومنديشنز دي جت من داتابيس، الداتابيس دي جايه من الشوبر بريفرنسز، انا بحب اشتري ايه وما بحبش اشتري ايه وكلام من ده، دي سيرفيس. طيب هل انا جبت حطيت ايتم في اونلاين كارت؟ اه دي سيرفيس تانية، لان الكارت بالاونلاين بتاعه اللي انا بحب اشتري بيه غير الريكومندر اللي جالي من ايه، اللي جالي من حاجه تانية حلو. فبالتالي المايكرو سيرفيس بتبدا بقى تمسك كل وظيفه لوحدها وتبدا ايه تقسمها يعني. وفي الحقيقه لو ما حصلش عندي ريستراكشرنج للديفلوبمنت تيمز يبقى انا كده ما غطيتش مايكرو سيرفيس اركتكتشر كويس، انا لازم اعمل ريستراكشر للديفلوبمنت تيمز. طيب ابدا اتعرف او ابدا اعمل القصه دي ازاي؟ تعال الاول نتعرف على حاجه اسمها الاس او اي، ده البدايه اللي بدا الايه المايكرو سيرفيسز. الاس او اي اللي هو سيرفيس اورينتد اركتكتشر كويس، هو ستاندرد ميثود، كنت بقسم السيستم انتو مجموعه من الديستريبيوتد كومبوننتس، بسمي كل واحده منهم سيرفيس، وابدا اعمل مانجمنت للاوتكم ده حلو. البرايمري فوكس بتاع القصه دي ان انا كنت بعمل سيرفيس انترفيس، وابدا بريدكت السيرفيس بيهيفير، وابدا ابني كل سيرفيس على ان هي حاجه اسمها ويب سيرفيس. ويب سيرفيس دي اللي هي ايه؟ ويب سيرفيس اللي هي سيرفيس بتبروفايد اتس بزنس على الانترنت كويس. وكان الكلام ده بيتم اوفر تي سي بي اي بي، فده كانت ميزه الاس او اي في الحقيقه انك بتبني ويب سيرفيسز اوفر تي سي بي اي بي، فكانت منتشره يعني الى حد ما. المهم الاس او اي اركتكتشرال ستايل حلو، هي طريقه لعمل اركتكتشر كويس. ابلكيشنز يوزنج اس او اي كانت بتقدم الفانكشناليتي از سيرفيسز، السيرفيسز دي كان لها شويه شروط كده، بتستخدم اوبن ستاندردز عشان تتكلم بينها وبين بعض، بتستاندردايز الانتراكشنز اوف سيرفيسز، ان هي السيرفيسز دي الانتراكشنز بينها وبين بعض ستاندرد، تتكلم بطريقه ستاندرد، والاكشنز اصلا او الانتراكشنز اللي بينها المسجز ستاندرد، والسيرفيسز دي بقت هي البيلدنج بلوك اللي بتكون لي البيزنس فلو. كلمه بيزنس فلو ايه؟ الستبس اللي بتتم علشان ارن بيزنس جول بتاع اول محاضره خالص. والسيرفيسز دي كان بي ري يوزد باي اذر ابلكيشنز، وده كان هدف رئيسي. طيب البنفيتس اوف اس او اي طبعا كانت لانجوج ناتشرال انتجريشن، عندي بقى سيرفيس مكتوبه بالجافا وسيرفيس ثاني مكتوبه بالدوت نت، فالاثنين لو بيبروفايد سوب مسج كويس يقدر بقى يتكلموا مع بعض والريكوست داتا وحاجات كلام من دي يعني حلو.
ويك طبعا بتقدم لي كومبوننت ريوز، كل سيرفيس اقدر اطلبها اكتر من مره، واجيليتي لان طبعا كنت كده بعرف كل سيرفيس لكل تيم لوحده وابدا انا اغيرها وهكذا. وقدرت ان انا لو عندي اكزيستنج سيستمز بسميها ليجاسي سيستمز، حاجه بالكوبل والفورترن والكلام من ده، اقدر احطها في صوره سيرفيس وابدا ان انا اطلعها للناس يعني. طيب الموديل الرئيسي كان ان السيرفيس بروفايدر بيعمل سيرفيس وعملها ببلش للديسكريبشن بتاعها على ديسكفري سيرفيس، والكلاينت لو عايز يدور على سيرفيس بيجيب الديسكريبشن بتاعها من ديسكفري سيرفيس ده، ويبدا باستخدام الديسكفري باستخدام الديسكريبشن ده يتوصل على مين؟ على البروفايدر. فالاصل عندي هنا البروفايدر بيببلش الديسكريبشن مش السيرفيس نفسها على زي كاتالوج كده، كويس، في كاتالوج اوف سيرفيسز. الكلاينت بيدور على سيرفيس من مناسبه له من السيرفيس ديسكريبشنز الموجوده على السيرفيس ديسكفري سيرفيس ده، ذن يبدا ان هو بقى يعرف مين البروفايدر بتاعه، يبدا ان هو يستخدم السيرفيس دي من السيرفيس بروفايدر. طيب الكلام ده بقى لو حابين نفصل فيه اكتر شويه يعني، فاول حاجه اللي بيعمل الببلش سيرفيس بروفايدر، كويس، فالسيرفيس بروفايدر عمل ببلشنج على حاجه اسمها ريجستري. ريجستري ده الكلاينت بيعمل ديسكفري عليه، كويس، بعد ما عشان يعمل ديسكفري بيعمل حاجه اسمها لوك اب. لوك اب ده بيجيب الوصف زي ما قلنا بتاع السيرفيس، كويس، فاللوك اب ده بيجيب الوصف بتاع السيرفيس، ذن يبدا الكلاينت يريكوست السيرفيس نفسها. الريكوست ده هيروح على البروفايدر المفروض ويجيب لي الايه الاسينك ريبلاي. فانا في الحقيقه مختلف مع الرسمه دي في حاجه، او هي مش بتاعتي للاسف، كان المفروض ان الريكوست ده بيتوصل على السيرفيس بروفايدر من الكلاينت، المفروض يبقى الكلاينت يبقى اللون ده هنا، هظبطها ان شاء الله في السلايدز، المفروض يبقى الكلاينت لونه هنا، كويس، والريكوست واللوك اب بيكلم الريجستري او ديسكفري سيرفيس، كويس، يرجع له اللوك اب الديسكريبشن، ذن الكلاينت بيريكوست الداتا فتجيب لي من عند مين؟ من عند الاصل. هظبطها ان شاء الله وريبلاي بيها، ونعتذر على القصه دي، لكن هو فعلا ضغطت الوقت مع الكونتنت ضغطانا يعني، فاعتذر جدا على القصه دي. طيب ايه هي السيرفيس؟ تاني وتالت ورابع، السيرفيس از اريزا بالكومبوننت كان بيوزد از ا بيلدينج بلوك كومبوننت كلوزد على بعضه بيكونتين البيزنس لوجيك بتاعه، بستخدمه as a building block علشان أفورم أكون منه large more complex business application and functionality. طيب السيرفيس may be as simple as get me some person data، أقدر أنا أطلب حاجة trivial جدا جدا زي get me some person data، أو أجيب process كاملة على بعضها في single service يعني. طيب السيرفيس كاركترستكس، الاربع كاركترستكس الرئيسيين لوزلي كابلد، لوكيشن اجونستيك، ستيتلس، وسبورت اوبن ستاندردز. السيرفيس لازم تكون او المفروض تكون بتسبورت اوبن ستاندردز عشان اقدر اتكلم بين اكتر من سيرفيس وبعضها، فالسيستم بتاعي يقدر فيه سيرفيسز تكون ريوزابل. لوز كابلد يعني كل سيرفيس مستقله بذاتها، تمام، مش محتاجه تبقى مرتبطه بسيرفيس ثانيه علشان تشتغل. وعشان اقدر اعمل كده لازم تكون السيرفيس ستيتلس. ستيتلس يعني ايه؟ يعني السيرفيس داز نوت maintain state between invocations. على سبيل المثال لو عندي سيرفيس، خد اكزامبل تريفيال معلش، بتجمع رقمين، فهل جمع الرقمين ده محتاج داتا سابقه؟ المفروض انه لا، الجمع نفسه كويس ستيتلس، يعني كل مره دي 3 و4 يرجع لي 7، 3 و4 يرجع لي 7، 3 و4 يرجع لي 7، بغض النظر انا جمعت ايه قبل كده، او السيستم بتاعي فيه كام جمع تم، او غض النظر يعني. فالستيتلس ده خاصيه مهمه جدا عشان السيستم بتاعي يكون يكون سكيلبل وهاي بيرفورمانس بتاعه يكون عالي وهكذا. Location agonistic معناه ان تغيير المكان of the service لا يؤدي الى انهيار السيستم، او لا يؤدي الى حصول مشاكل فين في السيستم، كويس، انا مش شاغل بالي بالمكان اللي السيرفيس فيه علشان اقدر ان ايه اوصل لها يعني. طيب دي بعض الستاندردز اللي بتكون موجوده عندي في الاس او اي، والاس او اي موديل كبير لان الاس او اي معمول اصلا فور لارج ابلكيشن زي ما نشوف كمان شويه كده ان شاء الله، تمام. كان عندي ستاندردز كتير قوي ايام الاس او اي، ايام زمان بقى يعني، مش زمان قوي، 2005 لحد 2009 2010 كده، اكس ام ال، سوب، ويزدل، ويب سيرفيس، بي بي ال بزنس بروسيس اكسكيوشن لانجويج، تمام، كواليتي اوف سيرفيس طبعا، كيو او اس،
دي مكونات ال SOA وال Tool Slides دول ايه، مش هنفوكس عليهم دلوقتي يعني. طيب دي الطريقة اللي بانتجريت بيها من غير SOA، ان كل سيرفيس تكلم التانية. المش توبولوجي بقى ان ايه، ان كل حد يكلم حد مباشر يعني، ده ال SOA. ان عندي هنا بقى ايه، حاجة ما في النص، ما هياش ESP بالمناسبة، هي جايه كمان شويه ان شاء الله. طيب سريعا كده، الويب سيرفيس، هو ويب سيرفيس هي ابلكيشن كابابيلتي، هي فانكشن اكسبوزد على الانترنت، يعني هي فانكشن او اوبريشن اكسبوزد تو اذر بروجرامز باي اوبن انتر اوبرابل ستاندردز. كويس، البي لود المسج رايحه في صوره اكس ام ال، وترانسبورت رايح اتش تي تي بي. كويس، رايح سوب اوفر اتش تي تي بي، تمام، رايح سوب اوفر اتش تي تي بي. طيب الجود ويب سيرفيس بتكون ايه؟ سيلف ديسكرايبنج، بيكون عندي بقى اكس ام ال سكيما بتوصف الاكس ام ال ديت المطلوبه، بتكون ديسكفرابل، اقدر ان انا اسمها حاجه اسمها ويب سيرفيس انسبكشن، او حاجه اسمها يو دي دي اي يونيفرسال ديسكفري. سبحان الله، هفتكره ان شاء الله واقول لكم عليه. حلو، وبتكون كورس جريند كبيره كده ومستقله بذاتها، تقدم خدمه معينه. كويس، مش مجرد حاجه زي ايه، زي زيت برايس او كلام من ده، لان انا بريكوست سيرفيس، فلازم تديني ايه، ريزلت معتبر يعني، واسينكرونس، يعني مش هستناها لما تخلص وترجع لي الايه الناتج يعني. فده ده البروتوكولز بقى دلوقتي، ان سيرفيس بروفايدر بيببلش فيا اليو دي دي اي على السيرفيس ريجسترر السيرفيس ديسكريبشن بتاعته، سيرفيس كونسيومر بيدور على السيرفيس اللي هو بيحتاجها على اليو دي دي اي، ذن يكونكت، then يكونكت يجيب الديسكريبشن فايل ويزدل ويب سيرفيس ديسكريبشن لانجوج، ويكونكت على سيرفيس باستخدام مين؟ باستخدام السوب اوفر اتش تي تي بي زي ما قلنا. طيب فكان ايه التصور بقى ايام زمان بقى، ان اورجانيزيشنز مختلفه طلع بقى الويب سيرفيسز اللي عندها، فابدا بقى انا ايه هنا ككلاينت اكونكت بقى على ما اعرفش ايه، وابدا بقى ايه امشي في بروسيس معينه وكلام من ده. طبعا الكلام ده ايه ما حصلش قوي يعني، ليه؟ لان عندي مشاكل. المشاكل دي ادت الى ظهور مين؟ المايكرو سيرفيسز، التطور الطبيعي بتاع الاس او اي. عشان نتكلم عن المايكرو سيرفيسز وقارنها بالاس او اي، هنتكلم الاول عن السيميلاريتيز، التشابه ان شاء الله. اربع اجزاء سريعه كده، هقارن السيرفيس كاركترستكس، السيرفيس كاركترستكس، التشابهات اللي بين الاس او اي والمايكرو سيرفيسز، بين الفروقات في الكونتراكتس، في الافيلابيلتي، في السكيورتي ترانزاكشنز والكومبلكسيتي. عموما الاثنين مايكرو سيرفيسز اند اس او اي، الاثنين سيرفيسز بيزد اركتكتشر. حلو، والاثنين والاثنين بيتشاركوا في حاجات كتيره جدا جدا. الاثنين بيفوكس على السيرفيسز از ا بيلدينج كومبوننت بتاعهم. الاثنين رغم ان الاثنين بيشتركوا في حاجات كتير، اللي هم الاثنين فيري ديفرنت اركتكتشر ستايلز. والحته دي مهمه قوي يعني، لو تاخد رايي ان شاء الله تعالى تطلع ان شاء الله يا رب يعني، تطلع من المحاضره ان شاء الله رب الجزء ده تبقى فاهمه كويس ان شاء الله، حاجه ان شاء الله رب تبقى كويسه يعني. وبالمناسبه الجزء ده جاي من جايد حاطه كده على الكلاس روم، كويس، من ريد هات، مايكرو سيرفيسز فيرسس سو، ده الاختصار بتاعه ان شاء الله يعني. سيرفيسز بيزد اركتكتشر في العموم هي ديستريبيوتد اركتكتشرز، باكسس فيها السيرفيس ريموتلي عن طريق سام سورت اوف ريموت اكسس بروتوكول، زي ايه؟ زي الريست، زي السوب، زي الاي ام كيو بي، وهكذا. فانا عندي سيرفيس بتكلم سيرفيس عن طريق مين؟ واحد من البروتوكولز دي. الديسيبل اركتكتشر مميزات الكلام ده ايه؟ انه سكيلابل، كل ما احتاج سيرفيس ازودها على السيستم بتاعي. في دي كابلنج عالي جدا، ان كل سيرفيس مستقله بذاتها بالشغل بتاعها، فبتقدر ان هي نبنيها لوحدها كويس في المرحله بتاعتها وهكذا. الكومبوننتس وذين ديسيبل اركتكتشر سيلف كونتين، زي ما قلنا الداتا بتاعتها جواها، ده الاصل. ودي هتعمل مشكله لو تركز فيها شويه. طب انا محتاج في سيرفيس ديتا موجوده في سيرفيس تانيه، اخد منها كوبي؟ لازم، ما ينفعش اكلم التاني. هينفع انك تخلي البروسيس بتاعتك بتحتاج تكلم السيرفيس. طب وبعدين كده بقت السيرفيسز فاين جريند قوي. فاين جريند قوي يعني ايه؟ بقت قليله في الحجم بتاعها. فطب الكلام ده في الترانزاكشنز كويس ولا مش كويس؟ هنشوف حالا ان شاء الله تعالى. المهم ان هما لازم تكون السيرفيسز loosely coupled و modular. كلمة modular يعني ايه؟ اقصد بيها encapsulating، احط جزء كامل portions من الابليكيشن بتاعي into self-contained service. self-contained service ده اقدر اعمله design لوحده و develop لوحده و test لوحده و deploy لوحده. فبقى كده وصلت لفين؟ للagile integration. فاكروا
الحمد لله ان حضرتك فاكره كويس جدا. تمام. اليابوس بقى كونتينرز وكلاود وقصه وبيج داتا اللي جايه حالا دي ان شاء الله تعالى، او اللي اتكلمنا عنها من شويه يعني ان شاء الله تعالى. طيب الموديولر اركيتكتشر بتسبورت ري رايت اوفر مينتنس، يعني لو السيرفيس بتاعتي فيها مشكله كبيره بدل ما ارجع اكتبها اصل حته صغيره، طب ما اعملها كلها من اول جديد، فابدا كده اعمل ريبليس سمولر بيسز اوفر ذا تايم، فكل شويه بريبليس بيس ورا بيس ورا بيس، الاقي بعد فتره السيستم كله بقى سيستم جديد وبعد سيستم تاني اجدد وهكذا وهكذا. بدل الايه، بدل البيج بانج ابروتش ده، البيج بانج ابروتش ده كان وحش جدا، نهد كل حاجه وابنيها ايه من اول وجديد يعني. طيب كان دول عيوب طبعا، الكومبلكسيتي، الكوست، الكونتراكتس، ودي جايه حالا ان شاء الله تعالى، ان لو عندي يوزرز بيستخدموا سيرفيسز قديمه، طب الكلام ده ما عادش موجود اعمل ايه؟ يبقى في مشكله. ودي بعض الناس بتاخدها عندنا عيب في الاوبن سورس، ان انت بتقعد تقول لك ايه اوبن سورس اوبن سورس، طب ده ما بلاقيش الحاجه، ده كل شويه تغيروا الحاجات والحاجات بتتشال وبتروح وبتختفي وبتاع وكلام من ده، طب ما انتوا الكلام ده مش لا مش ريلايبل، ما ينفعش. كويس، دي ليها حلول طبعا ان شاء الله يعني. كويس، استخدام البروتوكولز ده صعب جدا، مش اي حد يقدر يحدد البروتوكول المناسب له وهكذا يعني. طب الان ريسبونسيف او الان افيلبل سيرفيسز جايه حالا ان شاء الله، سكيورتي ترانزاكشنز ليها شغل يعني. نبدا من ان شاء الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم بالسيرفيس كونتراكتس. سيرفيس كونتراكتس، الكونتراكت هو اجريمنت، هو عقد ما بين عاده ريموت سيرفيس وسيرفيس كونسيومر. حلو، فعندي كونسيومر بيكونكت على ريموت سيرفيس يطلب منها خدمه، ففي بينهم عقد. العقد ده عباره عن ايه؟ الافيلابيليتي. العقد ده عباره عن الكوريكت فورمات، الكونتراكت فورمات الاكس ام ال ولا جيسون ولا جافا اوبجكت. كويس، هبعت لك داتا في شكل عامل ازاي، هكونكت عليك ازاي، هكونكت عليك كم مره، ترد عليا بكم مره. فال الكونتراكت ده بيختلف طبيعته على حسب الديجري اوف كولابوريشن، على حسب مستوى التعاون بين الكونسيومر وبين الريموت سيرفيس. يعني ايه؟ يعني بالاخذ في الاعتبار مين الاونر. حلو، لو السيرفيس بيزد لو في السيرفيس بيزد كونتراكت، السيرفيس اللي هي الريموت سيرفيس يعني از ذا سول اونر، الاونر الوحيد للكونتراكت، بالتالي من حقها تغير وتعدل في الكونتراكت بدون الاخذ في الاعتبار مين السيرفيس كونسيومرز. وده اللي حاصل في الفري سيرفيسز غالبا، اللي بيشيلوا فيتشرز ويزودوا فيتشرز وما اعرفش ايه وبتاع من غير ما حد يقول لنا اصلا ايه، مش وفقدنا مش مزاجنا يعني، حاجه احنا فري سيرفيس فهم حرين. انما لو انا الموديل ده بيفرض او بياخد في الاعتبار، اسف، يبقى الاول ايه اللي بيفرض عليا الايه المطلوب. انما لو الموديل ده بياخد في الاعتبار الكونسيومر المستخدم، كويس، فبالتالي في كولابوريشن بين السيرفيس اونر والسيرفيس كونسيومر، الموديل ده بسميه او الموديل ده بيحتاج تعاون بينهم الاثنين وبين بعض، ده بسميه دريفن كونسيومر دريفن كونتراكت. يبقى تاني اللي في الاولاني ده اسمه سيرفيس بيزد كونتراكت، المفروض تبقى بولد ولا حاجه اهو، سيرفيس بيزد كونتراكت ده لا ياخد في اعتبار الكونسيومر. كويس، الكونسيومر بياخد في اعتبار مين؟ الكونسيومر. طيب وهنا طبعا الكونسيومر بقى ممكن يقترح تعديلات وبتاع وكلام من ده. طيب فده بيأثر على الفيرجننج، ان لو انا سيرفيس لو انا هاخد في الاعتبار الكونسيومر بتاعي، كويس، فالمفروض ان انا اخلي السيرفيس بتاعتي باكورد كومباتبل، اعرف اليوزر ان عندي سيرفيس جديده بنفس هتكونكت عليها بنفس بالظبط شكل القديم، انت بس هتسبيسيفاي الفيرجن اللي انت عايز تكونكت عليه فتاخد السيرفيس اللي انت عايزها. انما ده لو انا ايه، لو انا كونسيومر بيزد كونتراكت. انما لو انا سيرفيس بيزد كونتراكت لا خالص ولا اي حاجه، انا هعمل ايه، انا هكونكت من الكونسيومر على السيرفيس، كويس، غيرتها خلاص. هنا التغيير تاخد بالك في الكونتراكت في النص، فدي مش باكورد كومباتبل. كلمه باكورد كومباتبل يعني ايه؟ دول ان هم نفس الشكل نص بين هنا، نفس البروتوكول يعني، ونفس المسج ونفس كده، فينفع ايه كونكت بالجديد على القديم. هنا لا مش هينفع من الجديد على القديم، او انما هنا مش هينفع، هنا ده مختلف. كويس، طيب الافيلابيليتي، تعال نبص على التشالنج ده. هنا السيرفيس الاول، تعال كونسيومر طلب سيرفيس فما جاليش رد،
فالسؤال المشكله كانت فين؟ هل المشكله في الافيلابيليتي؟ ولكن الافيلابيليتي والريسبونسيفنس تو كونسبتس غير بعض تماما. حلو. الافيلابيليتي معناها قدره الريموت سيرفيس ان هي تستقبل ريكويستس في وقت محدد. قدره الريموت سيرفيس تو اكسبت ريكويستس ان ا تايملي مانر، تفتح كونكشن. الريسبونسيفنس قدره السيرفيس او اسف امكانيه السيرفيس كونسيومر ان هو يستقبل ريسبونس within وقت محدد. يبقى الافيلابيليتي بتتوقف على مين؟ على السيرفيس بروفايدر. ريسبونسيفنس مين بيحددها لي؟ سيرفيس كونسيومر. طيب لو انا بعت ريكوست وما جاليش رد، انا بقيتش عارف هل السيرفيس بروفايدر اصلا اخد مني الريكوست ولا لا. فهل المشكله في الافيلابيليتي ولا في الريسبونسيفنس؟ يعني هل المشكله ان هنا الرد ما وصلش اصلا، ما خدش مني ريكوست، كده مشكله في الافيلابيليتي، ولا اخده مني وانا طلعت الرد بس النتورك هنا وحشه، الريسبونسيفنس هو الايه، هو اللي وقف مني. حلو. فبالتالي الافيلابيليتي سهل ان انت تعرفها. ليه؟ ممكن كل شويه اعمل حاجه زي بينج كده. كويس. البينج ده بيديتكت لو بينج خفيف، يعني لو جالي رد من البروفايدر كده عارف ان هو شغال. لما الريسبونسيفنس هي اللي فيها مشكله، شبكه ايه مش قادر احددها يعني. فاحد الحلول حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها سوفت وير سيركت بريكر. ايه سوفت وير سيركت بريكر ده؟ لو انا ما بيجليش رد من السيرفيس بروفايدر، كويس، هشغل او هفعل السوفت وير سيركت بريكر ده بحيث ان السيرفيس كونسيومر مش لازم يفضل مستني ويست تايم لحد ما يتايم اوت ريكوست بتاعه وريكوست تاني. حلو. كاني بعمل حاجه اسمها ريسيت. ريسيت يعني ايه؟ يعني لما ما استقبلش بريست التايمر بتاعي، كويس، بحيث ان التايمر بيبدا يشتغل لما تبقى السيرفيس افيلابل. حلو. طيب لحد ما تبقاش افيلابل ابدا اشوف حد تاني. كويس. فانا ما افضلش مستني، ابدا اعمل حاجات تانية يعني. فتبقى تاني فكره السيركت بريكر باترن، ان لو السيرفيس مش بترد عليا ان ا تايملي مانر او مش بترد خالص، ببدا اثرو سوفت وير سيركت بريكر بحيث ان الكونسيومر مش لازم يستنى تايم ويتنج لحد تايم اوت فاليوز ما تحصل. امال ايه اللي هيحصل؟ الباترن ده امبلمنتد تو ريسيت اتسلف لما انا خلاص انا مش هستنى الوقت ده كله، فانا هبريك. طيب لحد انا جالي ريكوست، جالي ريسبونس، اسف، جالي ريسبونس عند الكونسيومر، لا خلاص اعمل ريسيت وابدا ايه، وصل الريزلتس لمين؟ لليوزر. يعني فكده الابلكيشن بيبقى ريسبونسيف اكتر ما اليوزر يقعد يستنى يعني. طيب التايم اوت فاليو تحدد على اي اساس؟ ده ريسيرش لوحده بقى. حلو. التايم اوت فاليو ده اللي بعرفه في السيركت بريكر، امتى تايم اوت؟ التايم اوت ده افضل حاجه ما تخليهوش جلوبال ستاتيك، خليه كونتكست بيست. يعني لكل سيرفيس او لكل ابلكيشن عندك مع كل سيرفيس خليه مخصص ليها على حسب الاوبريشن. برضو في اوبريشنز بتبقى عايزه وقت طويل، بتحتاج تبروسس داتا كتيره و و و وقت كبير، فخليها ايه على الكونتكست، يعني حاجه لكل ابلكيشن او لكل سيرفيس. مش كده وبس، ده ممكن يبقى انتليجنت، يبقى سمارت على حسب بقى السيرفيس والريبلايز اللي قبل كده والوقت اللي اكسبكتد له. كويس. وهكذا يعني. فاكزامبل لموضوع السمارت ده، تمام، ان انا لو لقيت ان انا كنت حاطط مثلا اول مره 5 ثواني فما ما حصلش رد، بس جالي بعد 7 ثواني، فانا في الريكوست التاني خليها كام؟ 8 ثواني. حلو. لان خلاص عرفت ان ال5 ثواني ما يكونوش ايه، وقت كافي يعني. طيب السكيورتي، طبعا السكيورتي مشكله كبيره جدا جدا في القصه اللي بنتكلم فيها دي. دي بقى لوزلي كابلد وديستريبيوتد وبناس ستيتلس، فانا اصلا اوثرايز ازاي؟ فده ايه لنا شغل فيك بقى كبير ان شاء الله قدام. الترانزاكشنز، لو انا السيرفيسز بتاعتي متوزعه على اكتر من مايكرو سيرفيس، فالاسيد هنا في مشكله، لان لازم لو انا عايز اعمل اسيد عايز تبقى داتا كونسيستنت على التو سيرفيسز دول، لازم اجت نوتيفيكيشن هنا في الكونفيرميشن، ولو حد منهم فيه مشكله ارول باك عند الاثنين. طبعا دي ايه، دي صعبه. فالترانزاكشنز فيها تشالنج حقيقي.
كويس. فالاصل ان السيرفيسز بيز اركتكتشرز بتراعي على مين؟ حاجه اسمها البيز. ايه البيز ده؟ بيزيكلي افيلبل بسم الله طب مش قادر اقول حد يفكرني لان سبحان الله يعني بيزيكلي افيلبل هي فيها basically available طبعا ال S اللي هي scalable وال E اللي هي eventual consistency. بس هي الجملة دايما بتقع مني في الحتة كده كويس. basically available اعتذر من حضراتكم يعني سبحان الله سبحان الملك يعني. وده درس ان احنا ايه محدش يفتكر ان هو عارف كل حاجة يعني. basically available soft state eventual consistency اعتذر عن التأخير ده. basically available الاصل فيها ان تبقى system available على طول كويس. ما يبقاش اوقات ايه مش قادر مش قادر commit transaction على two services ف system كده ما يبقاش بي perform كويس بالنسبة لل user يعني. soft state يعني ال data مش consistent كويس حلو يعني في اوقات الداتا فيها ايه في مكان غير مكان تاني خالص. بس eventually يعني مع مرور بعض من الوقت هتلاقي الدنيا ايه بقت احسن يعني. هتلاقي الدنيا بقت اسف بقت consistent مش احسن بقت consistent على كل السيرفيسز. وده اللي بيحصل انك تلاقي ايه عملت كتبت كومنت معين لسه ما ظهرش طلع عند حد ما ظهرش عند حد تاني كلام من ده يعني. الايفنت ديفن تكنيكس مناسبه قوي في الايه في البيز ده. طيب هل الكلام ده كومبلكس؟ طبعا كومبلكس اكيد. ودي مشكله السيرفيسز بيزد اركتكتشرز الكومبلكسيتي اللي فيها عاليه جدا جدا. انا كنت مريح دماغي وبعمل كله على بعضه في سيرفر واحد وبتاع وكلام من ده هوفر فيه مميزات طبعا. طيب لو انا عايز اقارن السيرفيس كاركترستكس تاكسونومي اونر شيب اند كوردينيشن جرانيولاريتي والباترن سيلكشن تاني تعريف السيرفيس هي ايه. بس تعريف ده من اويزس ودي حاجه محترمه جدا جدا. ميكانيزم طريقه تو انيبل اكسس تو وان اور مور كابابيلتيز ممكن بقى تكون ريسورس او فانكشناليتي او وات ايفر وير ذا اكسس از بروفايدد يوزنج ا بريسكرايبد انترفيس مفيش هنا الداش دي اند از اكسرسايزد كونسيستنت وذ كونسترينز اند بوليسيز از سبيسيفايد باي ذا سيرفيس ديسكريبشن. بوصل لريسورس معين او كابابيلتي معينه كويس بطريقه معرفه مسبقا within constraints policies as specified by service description بوصف الايه بوصف السيرفيس يعني. مايكرو سيرفيسز اند سوا الاثنين بوث ريلاي على السيرفيسز as the main enabler بالنسبه لهم. فالتاكسونومي ده تصنيفة السيرفيس بالنسبه لل بالنسبه للسيرفيس بيزد اركتكتشر. التصنيفه دي احد حاجتين يا اما تصنيفها بيزد على السيرفيس تايب او تصنيفها على بيزد على البيزنس اريا. السيرفيس تايب هو دور اللي بتلعبه السيرفيس في الاركتكتشر كويس. ممكن بعض السيرفيس تكون بيزنس فانكشناليتي او تكون نون بيزنس. بيزنس زي ايه؟ زي بيرتشيس اد ما اعرفش ايه كويس. او نون بيزنس زي ايه؟ زي الاوديتنج سيكيورتي. ده تصنيف. يبقى ده تصنيف على بعضه. ده تصنيف في منه نوعين كويس. يبقى السيرفيس تايب ده تصنيف في منه بزنس ونون بزنس. البزنس اريا الدور اللي بتلعبه السيرفيس within البزنس فانكشنز حلو. ريبورتنج تريد بروسيسنج اوردر شيبنج. ناخد كده اكزامبل في المايكرو سيرفيس لان هو موديل بسيط عشان كده ناجح بالمناسبه. في المايكرو سيرفيس انا عندي اي بي اي لاير هتكلم عنها كمان شويه ان شاء الله بين الكلاينت وبين السيرفيسز. فالسيرفيسز عندي اشهر حاجه نوعين فانكشنال وانفراستراكشر. فانكشنال هي البيزنس كويس. انفراستراكشر هي ايه؟ حاجات الاوديتنج والسكيورتي وكلام من ده. فتبقى الفانكشنال سيرفيس عذرا اسف معلش الفانكشنال سيرفيس زي البيزنس اوبريشنز. الانفراستراكشر زي ايه؟ اوثنتيكيشن اوثورايزيشن اوديتنج كلام من ده يعني. شوف بقى في الصور قصه مختلفه تماما. سيرفيس تاكسونومي هنا رهيب. عندي مجموعه من البيزنس سيرفيسز
بتتكلم مع الانتربرايز سيرفيسز عن طريق حاجه اسمها الميدل وير، مش اي اس بي بقى. فاكر لما كنا من شويه كده قلت لك ايه في الصوره اللي هي كان مكتوب فيها في النص صور اركتكتشر، حط مكانها بقى مسج ميدل وير دي، ده الصح. كويس، عن طريق الميدل وير بكلم انتربرايز سيرفيسز، انتربرايز سيرفيسز بتكلم ابلكيشن سيرفيسز وبتكلم انفراستراكشر سيرفيسز، دول يتكلموا مع بعض. هنا بقى عندي تصنيف ايه وسعت قوي، علشان كده هنا لو كنت ايه ركزت معايا كده شويه هتقول لي طب مين مايك سيرفيس ومين ما اعرفش ايه. الموضوع مش كده، الموضوع ان دي تصنيفه ودي تصنيفه، تصنيفتين مع بعض بينفعوني، دي فانكشن وانفراستراكشر. دي بقى ايه الواحد اتنين تلاتة اربعة، ايه بقى الاربعة دول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البيزنس سيرفيس باختصار شديد، ابستراكت هاي ليفل كورس جريند، يعني سيرفيس كبيره مش مجموعات صغيره، بتعرفني الكور بيزنس اوبريشنز، في الاغلب ما فيش فيها امبلمنتيشن خالص، هي بس الهدف الرئيسي فيها انا ببيع ايه، احنا ان بزنس اوف ايه. فلو لقيت نفسك بتكتب في الانتربرايز في البيزنس سيرفيس، اسف، كاتب لوجن او اوثنتيكيت او كرييت يوزر، انت كده ماشي غلط. انما لو انت كاتب مثلا اشحن، مثلا اشحن الكتب، لو انت كاتب مثلا استورد او مثلا اعمل طلبيه المخازن، تمام، ولو انت محل بتبيع او مكتبه بتبيع كتب، انت كده ماشي صح. كويس، فالسؤال الرئيسي ار وي ان ذا بزنس اوف، هل انا ان ذا بزنس اوف كرييت ان يوزر؟ طبعا مستحيل. ار وي ان ذا بزنس اوف صدر الكتب مثلا؟ لو انا مطبعه او كلام من ده يعني. طيب الانتربرايز سيرفيس اللي هي بقى اللي هي دي، كويس، انتربرايز سيرفيس دي كونكريت، دي امبلمنتد بقى، حلو، بس برضو كورس جريند، حلو، جواه بتبقى بتجمع اللوجيك المطلوب علشان ارن بزنس سيرفيس، حلو. وعلشان كده الانتربرايز سيرفيس ممكن تحتاج تكلم اكتر من ابلكيشن سيرفيس واكتر من انفراستراكشر سيرفيس، بس في الاغلب البيزنس سيرفيس بتماب انتو وان انتربرايز سيرفيس، بس دي من غير كود، ودي بالايه، بالكود بتاعها، دي بيحددها البيزنس يوزر، دي بيحددها بقى مين، الاركيتكت. يا فاكروا طلعوا الاي اي، الاي اي اركيتكت كان من شويه. طيب الابلكيشن ده بقى لا خلاص، فاين جرين، دي بقى وظيفه بتتعمل كويس مرتبطه بابلكيشن كونتكست، بابلكيشن معين بتقدم وظيفه معينه، كويس. الوظيفه دي مش موجوده في البيزنس فانكشناليتي، او مش موجوده في الايه، اسف، انتربرايز ليفل. يعني ايه؟ يعني هنا بقى اد يوزر وديليت يوزر وريتريف ما اعرفش ايه، واجيب الستوك بتاعي واشوف الوير هاوس، لان كان ده كله مش دوره هنا، ده دوره يرن يكلم الحاجات دي مع بعضها، ويمانج واوركستريت وكلام من ده، حلو. وده دوره يعمل ايه، اوثنتيكيت اوثرايز اللي هو الانفراستراكشر بقى، وده زي بالظبط مايكرو سيرفيس. يعني الانفراستراكشر هي المشتركه ما بين هنا وهنا، الاثنين دول مالهم زي بعض، في حاجه ثانيه مشتركه؟ لا خلاص. هنا بقى الفكره في ايه، فكره ان دي بتشمل شويه كده على بعض من هنا، كويس، ده مش هنا بس، ده بتشمل كده في واحده، يعني بتشمل البيزنس سيرفيس وانتربرايز سيرفيس، يعني المفروض اصلا يكونوا شبه بعض جدا يعني، بس فرق الكود بينهم وبين بعض، ومجموعه الابلكيشن سيرفيس اللي محتاجها، ده كله بقى فين، في الفانكشنال سيرفيس. فطبعا ده ابسط بكتير، لكن ده مطلوب فور لارج سكيل ايه، ابلكيشنز. طب انا بقى دوري ايه كاركتكت؟ دوري ان انا اعرف انا محتاج سوا ولا مايكرو سيرفيسز، محتاج اسجست ايه لليوزر بتاعي. طيب الاونر شيب والكوردينيشن في المايكرو سيرفيسز هما نوعين، في الاغلب هو ديفلوبمنت تيم واحد بيمانج الاثنين، في الاس او اي طبعا لا، انا عندي ديفلوبمنت تيم لكل ايه، لكل نوع، حلو، كل حد مسؤول عن حاجته، فده مناسب جدا فور لارج سكيل ابلكيشنز، انما ده مناسب جدا لايه، للسمول تو ميديوم ابلكيشنز، عشان ده منتشر قوي من دول. طيب الجرانيولاريتي، المونوليثيك كله حته واحده، السوا لا، كورس جريند، مايكرو سيرفيسز فاين جريند، هتقول لي ايه ده، طب ازاي فاين جريند وانت من شويه كنت بتقول لي ان كل دول مع بعض هنا يطلعوا مايكرو سيرفيس واحده؟ كويس، هقول لك ان القصه دي نسبيه على حسب الايه، التقسيمه، وعلى حسب مين، البيزنس، كويس، بس الاشهر ان المايكرو سيرفيس بيكون فاين جريند، بيكون هو الفكره في المايكرو سيرفيس ان هو ما بيكونش كبير
في المحتوى، بس بيكون وظيفة بكل مشتملاتها. هنا لا، هنا لان عندي ميدل وير، والميدل وير ده فيه اوركسترا وفيه كوريوجرافر، والاوركسترا والكوريوجرافر دول بيكلموا سيرفيسز تانية، فسهل ان انا ايه تطلع سيرفيس معايا في كورس جريند يعني. ودي هشوف لها اكزامبلز ان شاء الله، ان شاء الله تعالى. وفي العموم الصور مش شرط يكون كورس جريند، هو بيرينج من السمول، من السمول تو الفاين تو الكورس جريند يعني. بس الصور ممكن يكون كورس جريند حلو، انما المايكرو سيرفيس الصعب يكون كورس جريند، لازم ايه يبقى حاجه ميديم سايز. لو تفتكر كده القصه دي ما هيش واضحه قوي. وفي بقى حاجه اسمها دي 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 دومين دريفن ديزاين، بنستخدمه علشان ايه نايدنتيفاي الجرين يكون عامل ازاي يعني. طيب شوف اكزامبل كده سريع لقصه دي الجرانيولاريتي وتاثيرها على البرفورمانس. لو انا افترضت ان عندي سيرفيس كونسيومر 1 الموديل ده كده، بالمناسبه ده مايكرو سيرفيس حلو، لان في الاس او اي ما ينفعش ابدا الطريقه دي ابدا. في الاس او اي هيبقى عندي قصه تانية خالص، عندي بقى في النص ميدل وير، والكونسيومر ده بيكلم الميدل وير، ميدل وير ايه يكلم له كذا حد مثلا، او يكلم سيرفيس 1 سيرفيس 1 تكلم له كذا حد. انما ده في المايكرو سيرفيس كويس، سيرفيس دي كلمت دي كلمت دي كلمت دي، فانا عشان اجيب ريكوست من هنا ده احتاج ده وده احتاج ده. لو افترضت ان عندي 100 ملي سكند لكل واحد كده، احتاجت ايه 200 400 600. طب لو انا عملت كده كويس، لو انا خدت كلهم مع بعض ال 600 بقوا كام؟ بقوا 200. طب لو انا عملت كده حلو، حطيت كلهم في داتابيز واحده، طبعا ده لو شغال اسيد حلو، ال الترانزاكشنز كده مالها بقت اسهل، لان اي حد من دول لو رد خلاص كده بقيت ايه تمام، وده هيريبليكيت مع دول، انما كده لازم التلاته مالهم يردوا. فالجرانيولاريتي دي حاجه مهمه وماش حاجه سهله، ان يعني الرسمه دي ماهيش حاجه قاعده كده تمشيها بسهوله، لا الموضوع مش كده خالص، عايز براكتس وعايز دايما تتست وتجرب وتابلاي وكلام من ده يعني. طيب الكومبوننت او الاركتكتشر كاركترستكس، السوا الكومبوننت هو ايه؟ هو السيرفيس حلو. في المايكرو سيرفيسز وفي السوا الاثنين غير بعض تماما. السوا بيلت اون ذا كونسبت شير از ماتش از بوسيبل، اس او اي share as much as possible، microservices share as little، contain حاجتك انت جواك. فشوف الاكزامبل ده كده، لو انا عندي شوبينج اونلاين، فانا عندي سيستم كاستمر مانجمنت لاوردر سيرفيس اللي هي الداتابيس بتاعتها، ويرهاوس مانجمنت لاوردر سيرفيس اللي هي الداتابيس بتاعتها، يعني عندي 3 سيستمز غير بعض، الاوردر فولفيلمنت ده اللي بيوصل، ده المخازن، ده الايه طلبات العميل. عندي 3 اوردر سيرفيسز 3 داتابيسز. طيب دي مشكله، ليه مشكله؟ لان كل واحد منهم له بزنس لوجيك مختلف تماما، داتابيز مختلفه تماما. طيب ايه الحل؟ ولازم انا ريبليكيت الثري بزنس لوجيكس في الثلاثه، ما ينفعش. الحل الصح بقى ان انا باستخدام الاس او اي اعمل شيرنج. يعني ايه؟ يعني انا هعمل وان اوردر سيرفيس في البيزنس لوجيك بتاع التلاتة، بس خلي بالك 3 داتابيزز، وعلى حسب جاي لي من اي سيستم اكونكت على اي داتابيز. الكلام ده شباب مهم جدا، الناس هتعمل ان شاء الله ديزاين لسيستمز ان شاء الله تعالى، مش هي بتاعتها ان شاء الله تنظم معلومات، طبعا الكلام ده محوري جدا كويس. هل الصح ان اعمل ايه عشان احل المشكلة دي؟ حل المشكلة دي لو انا بحل بالاس او اي اعمل كده كويس، ان انا يبقى عندي انتربرايز ليفل شيرد سيرفيسز، اللي هي زي السيرفيس اللي بقت شيرد عندي دي كويس، وهي شيرد بس كنت على كام داتابيز؟ على الثلاثه، مش ريبليكيت داتابيزز، لا ده بكونكت على داتابيز المناسبه كويس للايه للسيستم اللي هي جاي لي منه. مين اللي جاي لي منه؟ الريكوست. فبالتالي لو انا غيرت في ال البيزنس لوجيك، انا بغير في مكان واحد كويس، وبغير في مكان واحد ده دي شير از ماتش از بوسيبل اللي جاي من عندي مين؟ من عند الاس او اي. طيب في المايكرو سيرفيسز ملهاش سلايد، لان الحقيقه في الحالتها هيختلف تماما، لكن في المايكرو سيرفيسز بقى اللي هيحصل، هحط الاوردر سيرفيس دي مع الداتا بتاعتها جوه اصلا الكاستمر مانجمنت. فهمت قصدي؟ فكده الشيرنج بينهم وبعض بقى ايه؟ بقى قليل جدا. هتقول لي ده كده السيرفيس دي متكرره، هقول لك ما هي مش متكرره ولا حاجه، لان هي جوه هنا مش متكرره اصلا،
هي جوه هنا لوجيك مختلف، والسيرفيس كلها على بعضها دي هيبقى ايه اسم تاني، لان كده بتشمل الوير هاوس مانجمنت مع الاوردر سيرفيس، دي بقى ايه مع دي بقى ليها اسم تالت يعني. طيب الاوركستريشن والكوريوجرافي، الاوركستريشن معناها ان انا بقى كوردينيت مالتيبل سيرفيسز باستخدام سنترلايزد ميدياتور، كويس، زي حاجه زي هب كده بينهم وبين بعض يعني. الكوريوجرافي لا، الكوريوجرافي معناها ان انا بيبقى عندي مالتيبل سيرفيس كولز، حلو، لان ما عنديش انا سنترلايزد هب. طب السؤال ده كده بتاع مين قلناها من شويه؟ بتاع الاس او اي، وده بتاع مين اوريدي تحديدا؟ بتاع المايكرو سيرفيسز. مايكرو سيرفيسز بتستخدم حاجه اسمها ايه؟ سيرفيس كوريوجرافي، تمام. الاس او اي بيستخدم حاجه اسمها سيرفيس ايه؟ اوركستريشن. طيب ليه الاس او اي عنده الاول ليه الاس او اي عنده اوركستريشن جاي حالا ان شاء الله، وعنده الهب. المايكرو سيرفيسز بيستخدم الاي بي اي لاير فقط، هي لاير انا حطيتها قدام السيرفيسز بين الريكوسترز والبروفايدرز. طب اللاير دي يعني ليها بقى بروبرتيز وفيتشرز وسيرفيسز بتقدمها ومسج ما اعرفش؟ لا خالص، دي اس فيري سمبلستيك ابروتش، كويس. قصه كلها ان هي بتنفعني بس لو انا في الديسكفري، كويس، وبتنفعني في الديسكفري، حلو، وفي اللوز كابلنج، تمام. ان ما تبقاش الريكوستر مرتبط بمين؟ بالسيرفيس بروفايدر مباشر، يبقى عندي لير في النص بتربطني بحد. طب اللير دي بتعمل وظائف؟ لا خالص، حلو. وظائف زي ايه؟ هتيجي حالا ان شاء الله تعالى. طيب بعد كده نشوف الاوردر بروسيسنج، ده اكزامبل، ده عايزه بليس اوردر ريكوست، فعشان اعمل كده لازم فاليديت الاوردر ريكويست، بعد كده بليس اوردر سيرفيس، انتيفاي الكاستمر سيرفيس. الكلام ده في المايكرو سيرفيس افضل يتحط بالمنظر ده، يبقى عندي هنا اي بي اي لاير، اي بي اي لاير دي بتوصلني بمايكرو سيرفيس جواها اصلا مين؟ الثلاثه دول. طيب هتقولي من جواها ثلاثه برضو؟ هقول لك ما انا عارف، حلو، بس ايه الفكره؟ الفكره ان الثلاثه متجمعين في مايكرو سيرفيس، كويس، وعندي هنا الاي بي اي لاير. فلو حصل بقى ايه، غيرت العنوان مثلا بتاع السيرفيس، السيستم بتاعي لسه شغال، حاضر، ان بقى الاس او اي انسى، فبجمعش حاجه ببعضها ابدا. لان هنا بقى عندي مسنجنج ميدل وير، الميدل وير ده بقى بيعمل ايه؟ اولا الليفلز لازم تكون واضحه كده، كويس، ما ينفعش اكون من البيزنس ابلكيشن او انفراستراكشر، لا ما ينفعش. ممكن انتربرايز كل النوعين، ممكن ده يكون ده حلو. بص بقى كمان حته، نقطه ثانيه مهمه جدا في هنا بقى، الميدل وير ده بيعمل حاجات كبيره جدا، بيعمل بقى ريفورمات للمسجز و و و، جاي حالا ان شاء الله، جاي حالا ان شاء الله. المايكرو سيرفيسز بيعوز الاي بي اي لاير، الاس او اي بيعوز مين؟ المسج ميدل وير. طيب الاي بي اي لاير بياكت از ايه؟ سيرفيس اكسس فاسد، بس وظيفته انه يعمل ايه؟ بيقدم ابستراكشن لاير. انا مش لازم اعرف اللوكيشن بتاع السيرفيس اند بوينت، انا بس بايه؟ بربط نفسي بحد يعيد توزيعي تاني، كويس، او يوصلني هو بالمكان الجديد. بلس ان لو حبيت اجمع اكثر من سيرفيس مع بعض بيديني الايه؟ الشغلانه دي يعني. اللي سوى لا، الميدل لاير ده بيعمل حاجات كبيره جدا جدا، بيعمل حاجات زي ايه يا سيدي؟ زي الميديشن اند راوتينج، او المسج انهانسمنت، او ترانسفورميشن، او بريكول ترانسفورميشن. ايه الاربعه دول سريعا كده؟ ميديشن اند راوتينج يقدر يشوف على حسب الديتا المبعوثه في الريكوست، وعلى حسب السيرفيس المطلوبه، كويس، او البروسيس المطلوبه، يوديك لمكان غير مكان تاني. حلو، ده موضوع مش موجود خالص الاي بي اي لاير. الاي بي اي اخيرا ان ايه؟ كنت رايح انا عايز الاسم ده اوصلك بيه، هنا لا، انا ممكن اوديك لمكان تاني خالص، اقدر اغير في المسج واحسن في اللي جواه، اغير في الداتا فورمات، ازود كالكوليتد فاليوز، حلو، اعمل داتا بيز لوك ابس واغير في الداتا. هنا انا كنت باعت التاريخ مثلا مانث داي يير، اتحول هنا بقى يير مانث داي، وتغير الفورمات خالص من الارقام دي بقت حاجه تانية. حلو، كان كله حصل فين؟ في الميدل وير.
انا غيرت حسنت المسج، يبقى انا هنا عملت ميديشن اند راوتنج، وديتك لمكان على حسب الريكوست المطلوب، على حسب الداتا اللي جوه، حسنت المسج، هنا غيرت شكل المسج تماما ونوعها من جيسون لجافا، الجافا اوبجكت، وهنا غيرت البروتوكول اللي طالع. فده معناه ان اللير اللي في النص دي تعمل حاجات ايه كبيره جدا جدا، يعني الاربعه الرئيسيين تاني ميديشن اند راوتنج، مسج انهانسمنت، مسج ترانسفورميشن، بروتوكول ايه ترانسفورميشن. طيب ريموت سيرفيسز بقى بعمل لها اكسس ازاي؟ المايكرو سيرفيسز في الحقيقه بتعتمد على اتنين ريموت اكسس بروتوكولز فقط لا غير، دول اشهر، الريست والسيمبل مسجنج. والاشهر مين دلوقتي؟ الريست. فالريست فول اي بي ايز ده الاشهر، وده اللي ايه اللي كله بيستخدمه يعني كويس. والريموت اكسس بروتوكولز في المايكرو سيرفيسز بتبقى غالبا هوموجينيس يعني كلهم نفس الايه نفس النوع. طبعا السوا لا، السوا ايه زي ما انت عايز. طيب الابلكيشن سكوب بقى، طبعا السكوب هو السايز بتاع الابلكيشن اللي بعمل له الاركتكتشر، والاركتكتشر بيختلف من سايز، من ابلكيشن سايز لابلكيشن سايز، ابلكيشن سكوب لابلكيشن سكوب. السوا مناسبه جدا لللارج سيستمز، للفيري لارج سيستمز. حلو، سوا از ويل سويتد فور ابلكيشنز ذات مي هاف شيرد كومبوننتس، كويس، اكروس ذا انتربرايز، على مستوى الانتربرايز كلها. سوا لارج كومبلكس انتربرايز وايد سيستمز، فالسوا دي الحاجه اللي هي كبيره. سمول ابلكيشنز مش مناسبه للاس او اي، الحاجات اللي فيها داتا فلو مش مناسبه للاس او اي، مناسبه لمين؟ المايكرو سيرفيسز. حلو، دي للسمولر والبارتيشند ويب بيست سيستمز. فاحنا في الاغلب ان شاء الله تعالى في الابلكيشنز بتاعتنا اللي هنعملها ان شاء الله في الترم ده هتبقى اغلبها مايكرو سيرفيسز. سوا هنحاول نبص على حاجه تكون كيس ستادي جاهزه ولا حاجه ان شاء الله يعني، يا رب يستر، نسال الله سبحانه وتعالى التيسير. الهيتروجينيس والهوموجينيس، طبعا السيمبل سيستمز كويس بتبقى هي هوموجينيس، ده كلهم زي بعض. فهي مش ده اللي بيحصل، اللي بيحصل ان عندي بقى سيستمز قديمه فيها كوبل في البنوك، فيها دوت نت، فيها فورتران وحاجات زي كده. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان لو انا شغال بروتوكول اوير هيتروجينيوس انتر اوبرابيلتي، معناها ان انا هيتروجينيوس ليه؟ لان سي شارب بيكلم جافا، جافا ممكن يكلم جافا، جافا يكلم سي شارب. فاللي بيحصل هو هيتروجينيوس انتر اوبرابيلتي عن طريق مين؟ بروتوكول اوير، ان ده يفهم بروتوكول ريست وده يفهم ريست فنكلم بعض، ده حل كويس. بروتوكول اوير هيتروجينيوس انتر اوبرابيلتي، وده مناسب جدا لمين؟ للمايكرو سيرفيس. هنا لا، هنا بروتوكول اجونيستك، انا مش فارق معايا هو بيتكلم ايه، انا هبعت البروتوكول اللي انا بفهمه للمسجنج ميدل وير. ميدل وير هو اللي هيحول البروتوكول من بروتوكول لمين؟ للتاني. فدول طريقتين كويس، الطريقتين دول ماشيين مع الاركتكتشرز سواء بقى ايه مايكرو سيرفيسز او اس او اي. بروتوكول اوير هيتروجينيوس انتر اوبرابيلتي، بروتوكول اجونيستك هيتروجينيوس انتر اوبرابيلتي. طيب والهدف الكبير بقى ان اعمل كونتراكت دي كابلنج كويس، ان ازاي بقى كمان الكونتراكت يكون مختلف من بروفايدر لكونسيومر، ويبقى عندي حد في النص بيحل الاشكال. طبعا ده موجود عند مين؟ عند السوا فقط، لانه بيحتاج مني ايه؟ مسج ترانسفورميشن وبيحتاج مسج انهانسمنت. طيب ايه هي السيرفيس مش هناخدها النهارده ان شاء الله تعالى؟ ايه هي لينكس كونتينرز سريعا كده؟ لينكس كونتينرز زي ما قلنا الابلكيشنز جيتنج مور كومبلكس، فانا محتاج اعمل ابلكيشنز بسرعه. الابلكيشنز اللي معموله بسرعه دي هحتاج ان انا استخدم لها كونتينرز. دي فكره جديده، مش جديده قوي يعني، بس الفكره قايمه على ايه؟ ان انا بعمل باكجنج وايزوليشن للسيرفيس بتاعتي within كونتينر. حلو، فبالتالي الابلكيشنز بتطلع بسرعه بالانفايرمنت بتاعتها. على سبيل المثال لو حد كان فاكر زمان او لحد النهارده بيبقى عنده مشروع بيجيب اللابتوب بتاعه هو جاي، ليه؟ لان عنده مثلا كونفيجريشن معين على اللابتوب بتاعه، وعنده ماي سيكوال نازله بباسورد معينه للكونكشن، وعنده داتابيس باسم معين وكلام من ده. لو حاول يرن يعمل لها ران على لابتوب بتاع حد تاني مش هتظبط معاه غالبا. فايه اللي بيحصل؟
بيجيب اللابتوب بتاعه. طب خلاص، ما انا عايزك تجيب الابلكيشن بتاعك في الكونتينر بتاعه. فاللينكس كونتينر هي مجموعه من وان اور مور بروسيسز معزوله عن بقيه، وهي بروسيس مش سيستم كامل، هي بروسيس جوه سيستم كويس، معزوله عن بقيه السيستم كويس، وبيبقى محتوى جواها الران تايم انفايرمنت المطلوب للابلكيشن او للسيرفيس. فانا عندي الاب او السيرفيس والسبورتنج فايلز او الران تايم، والكلام ده بيرن على الهوست او اس. طيب ليه احتاجته؟ زي ما قلت لك انت ايه محتاج تجيب الانفايرمنت معاك وانت جاي. انا معامل داتابيس باسم معين من نوع معين بكونكشن معين بفيرجن معين للداتابيس دي وكلام من ده، رحت عند صاحبي عنده ماي سيكوال اه بس فيرجن تاني كويس، فالفيرجن ده ايه عمل بقى مشكله في مش عارف حاجه معينه وكلام من ده. طيب فازاي اخلي الابلكيشن بتاعي كروس ذيس انفايرمنت؟ سهله جدا، اجيب الايه الانفايرمنت معايا وانا جاي في شكل مين؟ في شكل كونتينر. طيب الكونتينر ده سريع بيميت البيزنس نيدز اه حلو. طيب دايما بنقول لينكس كونتينرز لان في الحقيقه هو بدا عند لينكس وبيبرفورم فيري ويل عند لينكس، و الحقيقه ما اعرفش اصلا ويندوز عندنا كونتينر ويندوز ولا لا يعني كويس. طيب هل ده مش ده الفيرشواليزيشن؟ طب انا بعمل كده، ما انا بجيب الاو اس، بجيب فيرشوال ماشين وانزل عليه الاو اس بتاعي ومش عارف اعمل كذا واسوي كذا وبتاع. في الحقيقه لا، قصه مش كده خالص. ليه؟ بص يا سيدي، الفرق الرئيسي ان في الفيرشواليزيشن انا بيبقى عندي هايبرفايزر فيرشوال بوكس او في ام وير او فيجن كومبيوت بقى في هواوي يعني، وانزل عليه بقى بعمل فيرشوال ماشين جديده احط لها جيست او اس وارن عليه الاب. هنا لا، هنا انا بجيب بس السبورتنج فايلز. فالابلكيشن هنا ممكن يرن بهاردوير غير اللي هنا، غير اللي هنا اسف كويس. يعني ده ممكن يبقى مثلا انتل يبقى عندي هايبرفايزر بيسبورت انستراكشنز بتاعت ارم مش عارف كام كده بروسيسور، فيبقى الاب ده بيرن على ايه؟ على او اس بيرن على ارم، هو فاهم انه بيرن على ارم يعني. هنا لا ما ينفعش، لان هنا انا مش جايب الجست او اس كامل، هنا واخد بس ران تايم انفايرمنت كبروسيس وعازل عن البروسيس انهين الثانيه، فانا مرتبط بمين؟ بالهاردوير والجست والهوست او اس كمان اللي عندي. وبالمناسبه هنا انا ممكن اشير الفايلز وران تايم بمين اكتر من مين؟ من الكونتينر. طيب الفيرشواليزيشن هتكلم عنه مش النهارده ان شاء الله تعالى كويس. الاي او تي في كورس ربنا ييسر الامر ان شاء الله ونحاول ناخده من اي بي ام، كورس محترم جدا جدا اسمه اي او تي كلاود ديفلوبر، والحمد لله ربنا اكرمنا وبنين انستراكتورز فيه. اللهم لك الحمد لك الشكر، فضل ربنا وحده سبحانه وتعالى. نشكر ربنا سبحانه وتعالى اولا واخرا، وثم نكرر الشكر للانستراكتورز الرائعين اللي قلنا بصراحه ربنا يجزيهم خير. طيب والاي بي اي هنتكلم عنه ان شاء الله برده مش النهارده، ديف اوبس والستورج والدي دي دي. اشكركم شكرا جزيلا على المحاضره دي، يا رب نكون استفدنا منها ان شاء الله تعالى، ونسال الله العظيم ان هو يوفق في هذا الكورس ان شاء الله تعالى للي عايزين نشتغل عليه. المحاضره دي مش هعيدها في المحاضرات، لو في اسئله الكلاس روم موجوده، اكتب سؤال حضرتك وتحت امرك ان شاء الله ربنا يقدرنا على اجابه سؤال حضرتك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.